هذا الصباح من الإخبارية التلفزيونية الجزائري. مشاهدينا أهلا بكم وتحية صباحية عاطرة للجميع عبر هذا البرنامج الخدماتي وهذا الفضاء الذي من خلاله نرحل وإياكم في مختلف المواضيع التي تصب دائما في إطار اهتمامات المواطنية الجزائري. هذا الصباح مباشرة على الإخبارية التلفزيونية الجزائري وعبر الوسيط الاجتماعي الفيسبوك عبر الصفحة الرسمية للتلفزيونية الجزائري في تفاعل أكيد يكون وإياكم مشاهدينا من خلال هذا الصباح مواضيع مختلفة ومتنوعة سنتناولها للنقاش والتحليل مع مجموعة من الضيوف والخبراء في المجالات المختلفة. حديث هذا الصباح سيكون عن كل ما يتعلق بالتحسيس والتوعية وعن غرس كل ما يتعلق بالسلامة المرورية كثقافة أكيد لدى المواطن الجزائري. حديث هذا الصباح سيمس شريحة الأطفال من خلال جانبي الصحة للحديث عن أهم الأمراض التي قد تصيب الأطفال والرضع في فصل الاصطياف. وعن الأطفال الحديث سيكون في المجال الثقافي وعن البرنامج المسطر من طرف وزارة الثقافة والفنون للبراءة الجزائرية في موسم الاصطياف. حديث هذا الصباح سيكون عن ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وكل ما يتعلق بآخر الخدمات المقدمة لزبائن صون الغاز، بالإضافة إلى الحديث عن الصرافة الإسلامية بين التمويل والمقاولة من خلال بلاطو خاص في هذا الصباح. سنواصل وإياكم الحديث عن كل ما يتعلق بكل ما هو خدماتي، كل ما هو توعوي وتحسيسي أكيد وإيانا من خلال هذا المباشر لغاية 11 بتوقيت الجزائر عبر الإخبارية للتلفزيوني الجزائري. نرحل وإياكم ونتعرف عن كل ما يتعلق بأحوال الطقس. مريم كسحي تفصل أكثر. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. تحية صباحية للجميع. أحوال الطقس المرتقبة لنهار اليوم، الأجواء دائما ستبقى مشمسة تماما على المدن الساحلية بعد تلاشي ضباب خفيف ميز هذه الصبيحة، لكن تمركز لسحب كثيفة سفلى على المرتفعات الداخلية الوسطى والغربية مع نشاط رعدي بشمال الصحراء. منطقة الثورة سيكون أكثر نشاطا مرفوق ببعض الأمطار الرعدية فيما يخص أقصى الجنوب الجزائري ومرتفعات الهجار والباسيلي. خلال هذه الصبيحة درجات الحرارة الدنيا إذن تراوحت ما بين 20 إلى 28 درجة بشمال الوطن، 30 درجة بغردايات، 29 بالواد بسكرة، 31 بولاية بشار وإن صالح، 32 بأدرار وتندوف بورد بجي مختار، 31 بإن كزام، و25 درجة بتمن راسات وجانر. فيما يخص ظهيرة اليوم سيكون في ارتفاع محسوس لدرجات الحرارة القصوى، إذا موجة حرارة ستجتاح شمال الوطن لتقارب 45 درجة بغليزان شلف ومعسكر، 40 درجة بالجزائر العاصمة، 41 ب وهران مستغانم، 44 درجة بتلمسان، 43 بتيزي وزو، 38 بعنابس كيكدا، باتنا قسنطينة سطيف، 36 بالجيفة، 35 درجة بالبيض، لن تتعدى 42 بشمال الصحراء، 41 درجة فيما يخص ورقلة، إليزي 46 بإن صالح تندوف، ولتقارب 47 درجة كعلى مقياس بأدرار. حالة البحر لنهار اليوم سيبقى دائما هادئ على طول الشريط الساحلي، سرعة الرياح ضعيفة لن تتعدى 20 كم في الساعة على السواحل الوسطى والشرقية، 30 كم على السواحل الغربية، والرياح ستأتينا ضمن التيارات شرقية شمالية شرقية. هذا داخل الوطن. خارج الوطن إلى أوروبا، الأجواء ستكون ممطرة ببرلين مع 31 درجة، نفس الأجواء بفيينا مع 27 درجة، 28 درجة بروما ومدريد، وحتى بالنسبة لكييف الأجواء ستكون مغشاة جزئيا بباقي العواصم مع تسجيل 29 درجة بموسكو واسطنبول، 34 درجة بلندن، و33 درجة بباريس، وفي الأخير لشبونة الأجواء ستكون مشمسة تماما، درجات الحرارة القصوى لن تتعدى 28 درجة مئوية. غروب الشمس لخصر الجزائر العاصمة وضواحيها نهار اليوم سيكون في حدود الساعة 7 مساء و41 دقيقة. عناوين مصلحة أرصاد الجوية تبقى دائما في الخدمة. أشكركم على المتابعة، يوم موفق للجميع وإلى اللقاء. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل.
ونتواصل إياكم في هذا الصباح أكيد عبر المباشر. وبداية بلاطوهاتنا وبداية حوارنا لهذا الصباح ستكون متعلقة بالبراءة بالأطفال، للحديث عن أهم ممكن المشاكل الصحية التي يعاني منها الأطفال خلال هذا الموسم وخلال هذه الفترة من السنة. وللحديث أكثر والتفصيل أكثر في هذا الموضوع ونقاط متعلقة أكيد بهذا المحور يحضر وإيانا في هذا الصباح الدكتور عبد الله ملوج مختص في الطب الأطفال وحديثي الولادة. صباح الخير دكتور. صباح الخير وشكرا على الاستضافة. أهلا بك من خلال هذا الصباح. حديث اليوم سيكون وسيعطي أهمية كبيرة للطفل ولحديثي الولادة في هذه الفترة من السنة. أكيد لما نقول موسم الاصطياف أو فصل الصيف هناك العديد من المشاكل الصحية قد ترتبط بهذه الفترة السنوية. لو تحدثنا بشكل عام عن أهم ممكن أو المشاكل الصحية الأكثر شيوعا خلال هذا الفصل. بالطبع نلاحظ في ككل سنة في فصل الصيف ارتفاع محسوس في نسبة الأمراض عند الأطفال وخاصة بالنسبة للالتهابات. هذا راجع لعدة عوامل. الطفل باش يكون هو الأكثر عرضة لهذه الالتهابات وهذه الأمراض راجع لعدة عوامل، منها أولا بالطبع العامل المناخي. في فصل الصيف هناك ارتفاع محسوس في درجة الحرارة وفي نسبة الرطوبة، وهذا عامل جد ملائم لتكاثر بعض الجراثيم، بكتيريا منها وفيروسات وحتى فطريات، وهذه السبب الأول للالتهابات والأمراض المعدية عند الأطفال. العامل الثاني أنه نلاحظ في فصل الصيف ارتفاع محسوس في الحركة بين الناس، كثرة الخروج، كثرة الزيارات، الزيارات، وبالتالي راح تكون ارتفاع في نسبة العدوى لمختلف الأمراض. كما في فصل الصيف نلاحظوا ونعرفوا جيدا هناك ارتفاع في نسبة الاستهلاكات خارج المنزل، والاستهلاك خاصة والاستهلاك بالطبع راح يكون أقل صحة وغير صحي بالنسبة للاستهلاك داخل المنزل وخاصة بالنسبة للأكل والأكل عند الأطفال. وفي الأخير العامل المحوري لهذه الأمراض هي أنه الطفل هو إنسان ذو مناعة في تطور في طور النمو. المناعة تاع الطفل ما هيش مكتملة 100%. بالنسبة للشخص البالغ يقدر يقاوم هذه الأمراض، يقدر يقاوم هذه البكتيريا، يقدر يقاوم هذه الجراثيم بصفة عادية، ولكن بالنسبة للطفل هو جهاز مناعي غير مكتمل نمو، وبالتالي يكون أكثر عرضة وأكثر تعرض للأمراض ولهذه الالتهابات اي لديفيرونت انفيكسيون. بالنسبة للأمراض اللي نشوفوها شايعة في فصل الصيف، هناك أمراض اللي تخص مختلف الأجهزة في الجسم. بصفة أولى أمراض راح تتعلق بالجهاز الهضمي، الأمراض راح تقدر تكون تتعلق بالجهاز التنفسي، الأمراض اللي تقدر تتعلق بالجلد بصفة عامة، وأمراض متعلقة بالعوامل المناخية والبيئة اللي راح تأثر على الطفل، وراح نطرقوا لها بالتفصيل جهاز بعد جهاز إن شاء الله. أكيد دكتور. قبل ما نروح ممكن نفصلوا فيها جهاز بعد جهاز كما قلت دكتور، في سؤال ممكن يخطر على بال الكثير من المشاهدين، لماذا الطفل بحد ذاته هو الأكثر عرضة لكل هذه الأمراض ممكن خاصة المعدية منها خلال هذا الفصل؟ لماذا لا نجد هذا المشكل على سبيل المثال عند المراهق، عند الرجل البالغ ومكتمل النمو؟ طبعا الطفل هو أكثر عرضة لهذه الأمراض. قلنا العامل الأول وبنسبة كبيرة هي عدم اكتمال نمو الجهاز المناعي، لأن الجهاز المناعي هو الوسيلة الدفاعية المهمة في الجسم باش ندفعه ضد هذه الجراثيم وهذه البكتيريا والأمراض والالتهابات. عند الطفل الجهاز المناعي ماهوش مكتمل، نمو تاعو ماهوش مكتمل 100%، يعني يكون أكثر عرضة للأمراض. ثانيا الطفل دائما طفل هو إنسان وهو جسم في حاجة كبيرة إلى بعض المكونات الغذائية اللي يجب بصفة أولى يجب أن تكون صحية 100%، وثانيا هو بحاجة إلى نسبة كبيرة من السوائل،
نسبة كبيرة من السوائل ديجا بصفة أولى لنمو الطفل، والثانية للدفاع ضد هذه درجات الحرارة المرتفعة. وبالتالي إذا الطفل ما عطينالوش أكلات صحية، إذا ما وكلناش الطفل في أوقات المناسبة، لأنه نعرفه في فصل الصيف راح تكون خلل في النظام الغذائي ونظام النوم عند العائلة بصفة عامة، احنا نسهروا بزاف، نقضوا في ساعة متأخرة، ما نوضوا الصباح بكري، وبالتالي الطفل راح يتأثر بهذا الخلل في النظام اليومي بالعائلة. دونك مش راح نمدوله الوجبات الغذائية تاعو في الساعات اللازمة والساعات المناسبة، ما راح بعض الأحيان حتى ما ياخدش الوجبة طبعاً، مش في وقتها وإنما ما ياخدهاش يعني. الوجبة للطفل يجب يديها بين 7 والـ8 ثامنة ونص صباحاً، العائلة تصبح راقدة لأنه سهرت في الليل راح يديها على 10، دونك راح نصوتيو له الوجبة ولا تاع العاشرة ديكاليوها لل 11، والفطور اللي يجب يكون بين 12 والواحدة زون راح نأخروه ثاني، لأن وبالتالي يكون خلل في النظام الغذائي والنظام اليومي عند الطفل. الحاجة الثانية، إذا أعطينا الطفل غذاء غير صحي، غذاء تاع الخارج، أغذية كونديسيوني، دونك وبالتالي الغذاء مش راح يكون صحي، والطفل يكون اقل صح، اكثر عرضه لهذه البكتيريا وهذه الجراثيم. وهذا اللي يخلي ممكن الطفل يكون كما قلت دكتور اكثر عرضه لهذه المشاكل الصحيه المتعلقه بممكن الجراثيم ومختلف المسببات اللي سبقت وذكرتها دكتور. لو نتحدث الان عن أهم ممكن وبعض الأمراض اللي يعاني منها الطفل، لو بديناها جهاز بجهاز، ما أنك تحدثت في آخر نقطة عن الغذاء وعن النظام الغذائي الغير الصحي المتبع خلال فصل الصيف، لو نتحدث عن الأمراض المتعلقة بالجهاز الهضمي والأمعاء، ماذا يمكن أن نقول؟ بالنسبة لأمراض لمختلف الأجهزة في الجسم، ندو بصفة أولى ولا بالمرتبة أولى أمراض المتعلقة بالجهاز الهضمي، هي الأمراض الأكثر انتشارا في فصل الصيف، وخاصة هذه السنة لاحظنا ورانا نلاحظوا في الاستعجالات وعند الفحص نسبة كبيرة من الأطفال اللي تعاني من التهابات الجهاز الهضمي. بالنسبة لأمراض الجهاز الهضمي نقدر نقسمها إلى شطرين، الشطر الأول وهو التهاب المعدة والأمعاء، سكونابيل لا غاسترونتيريت، هذه الالتهاب المعدة والأمعاء راح يسببها مختلف الجراثيم، ولكن بمرتبة أولى السبب الرئيسي هو فيروس أو فيروسات اللي تسبب لنا هذه الالتهابات. الفيروسات هذه منين تجي؟ تقدر تجينا من الماء يكون ملوث، الماء اللي يشرب الطفل يكون ملوث، يقدر يجينا من الأغذية الغير مغسولة جيدا، من الخضر والفواكه اللي ما تكونش مغسولة جيدا، تقدر تجينا من الأيدي تاع الطفل، الطفل راح يمس حاجة وما يديرها في فمه، ولا يمس بعض الأكل اللي ما يكونش نظيف راح يديرها في فمه. يعني عموما العامل الرئيسي لهذه الالتهابات هو نقص شروط النظافة، خاصية عند الأطفال وخاصة الرضع، هو هذه الفيروسات صحيح تقيس الجهاز الهضمي، ولكن تقدر تتنقل عن طريق الهواء وتقدر تتنقل عن طريق التنفس، لأنه بالتالي العامل تاع العدوى هو مهم جدا في هذا الفئة من الأمراض. الشطر الثاني وهي التسممات الغذائية لزانتوكسيكاسيون أليمونتير، هذه الميزة تاعها هو راح يكون عندنا أعراض في الساعات الموالية بعد أكل وجبة غير نظيفة ووجبة متسممة ووجبة اللي فيها جراثيم، وهذه راح تكثر بصفة كبيرة في فصل الصيف، لأنه قلنا يكثر الأكل في الخارج، يكثر الأكل في بعض المطاعم في بعض، وشروط النظافة ما راحش مالوريزمون للأسف شروط النظافة ما نحترموهاش 100% في كل الحالات، وبالتالي تبنى هذه التسممات الغذائية. بالنسبة للأعراض كلا الشطرين التهابات المعدة أو لزانتوكسيكاسيون أليمونتير ستادير التسممات الغذائية، على العموم راح يكون عندنا نفس الأعراض، إسهال، قيء، ارتفاع درجة الحرارة وفشل عند الأطفال، هذه الأعراض الأولى. إذا ما تفاعلناش مع الأعراض في الساعات الأولى وفي الأيام الأولى، نطلبوا الأباء والأمهات ينفى في فصل الصيف تشوف الطفل نسبة الإسهال تاعه أو نسبة القيء تاعه زادت على العادي، يجب زيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن، لأنه باش نتفاداو المضاعفات، والمضاعفات الرئيسية في هذه الحالات هي الجفاف وبيان لا ديزيدراتاسيون، لأنه الطفل بالإسهال والقيء راح يفقد نماء وأملاح معدنية.
وإذا فقدناه أملاح معدنية وما صححناهاش في الساعات الأولى نقدر نروحوا لكمبليكاسيون اللي هما لديزيلاتاسيون وبيان الجفاف. وإذا وصل لهذه المرحلة يعني إذا وصل لهذه المرحلة لازم الاستعجال استعجالات والاستشفاء والدواء لازم يكون في المستشفى للأسف. المضاعفات أخرى نقدر نكون ارتفاع درجة الحرارة للجسم يقدرش يقاومها ويقدر يعطينا مضاعفات خطيرة وخاصة على الجهاز العصبي. كما نقدر نصيبه انتشار البكتيريا في البداية يكون في الجهاز الهضمي وفي المعدة، وإذا ما عطيناش المضادات الحيوية اللازمة وإذا ما عطيناش الأدوية اللازمة في الساعات الأولى من طبيب مختص هذا الالتهاب وهذا الجراثيم راح تنتشرنا بالطبع في باقي الجسم. الشطر الثاني من باب الوقاية نفتح قوسين نطلب الآباء والأمهات في فصل الصيف، أولا يجب إعطاء السوائل بكمية كبيرة وكبيرة جدا وخاصة الماء. الحالة الثانية إذا شفنا الطفل بده إسهال ولو مرة واحدة ولو مرتين في اليوم إسهال وقيئة يجب عدم التردد في إعطاء الماء والأملاح المعدنية. ما قبل زيارة الطبيب يجب إعطاء الماء وكمية والأملاح المعدنية بكمية عادية باش نعوض الماء اللي فقد الطفل بالإسهال وبالقيء. هذه عموما بالنسبة للجهاز الهضمي، خاصة وأنه ممكن العديد من العائلات الأمهات اللي ممكن هم دائمية تواجد مع الأطفال في المنازل ينسوا أنه الطفل ما يعرفش وقتاش يحب يشرب الماء، ولا خاصة لما يكون في سن جد صغيرة. بالتالي احنا لازم هذه الأشخاص يعني نصهروا عليهم واحنا نقدموا له الماء ليس بتزامنا والأكل وفقط وإنما أبداً. طيلة اليوم لأن الطفل ما يعرفش يطلب الاحتياجات وراه يبكي، بالك تقول لك يبكي عنده جواج، بالك ما حبش يرقد. الطفل ما يعرفش يطلب الاحتياج تاعه، وبالتالي يجب على الأولياء إعطاء السوائل بكمية كبيرة في فصل الصيف، وخاصة في الأيام اللي تكون عندنا درجة الحرارة مرتفعة يجب إعطاء طول اليوم كمية كبيرة من السوائل بمعدل لتر أو لتر ونصف في اليوم على الأقل. هي الكمية التي يجب يديها الطفل في فصل الصيف. لما نتحدث عن فصل الصيف نتحدث أنه فصل الصيف ارتفاع درجة الحرارة، ارتفاع نسبة الرطوبة، زيادة في التلوث وانخفاض ممكن الأمطار يخلي أنه الغبار يكون كثيف نوعا ما في عدة مناطق، وهذا ليتسبب في مشاكل تنفسية لدى الطفل. بالطبع بمرتبة ثانية الأمراض اللي نصيبها فصل الصيف هي أمراض الجهاز التنفسي، وتكون أمراض جدا مختلفة. طبعا الأمراض الجهاز التنفسية معروف عليها تكون عندنا في الشتاء وفصل الخريف، ولكن الخاصية تاعها في فصل الصيف تكون مع ارتفاع درجة الرطوبة مع تغير درجة الحرارة. الطفل يكون سخون نروح نطولوا استحمام بالماء البارد، أو يكون سخون يروح للسباحة في ماء بارد، وخاصة عامل آخر هو المكيفات الهوائية. نكون سخونين، يكون الطفل عرقان، يكون درجة الحرارة مرتفعة، نشعل مكيف هوائي بدرجة جدا منخفضة، و يكون يركب في السيارة وتكون درجة المكيف الهوائي بدرجة جدا منخفضة، وهذا عامل مهم ومهم جدا للأمراض الجهاز التنفسي. بالنسبة لأمراض الجهاز التنفسي نقدر نصيبه إما التهاب في اللوزتين لزونجين، أو عند الرضع نقدر نصيبه التهاب في الحق لفارنجيت إي لغينوفارنجيت، نقدر نصيبه التهابات في القصبات الهوائية لبرونكيوليت شي لنوريسون عند الرضع أو لبرونشيت عند الكبار، نقدر نصيبه كذلك التهابات الرئوية أو البنوموني في إذا ما كانش الأمر كيكون الأمر متقدم من الالتهاب، كما نقدر نصيبه حتى التهابات في الأذنين أو التهابات الأنف والأذن والحنجرة. قلنا هذه هي العوامل الأكثر اللي تسبب لنا هذه الالتهابات، يعني تغير في درجة الحرارة، استعمال المكيفات الهوائية، السباحة إلى آخره. بالنسبة للدكتور اللي عندهم مشكل أيضا لما يتناولوا مثلجات على سبيل المثال أو الماء البارد بدرجة بالنسبة للمثلجات والأكلات الباردة راح تسبب لنا أكثر التهابات في الحق أو التهابات اللوزتين. دونك الأعراض راح نصيبه بصفة أولى تكون هناك حمى، لأنه على باز هي التهابات سي ديزانفيكسيون، دونك حنصيبو حمى. الطفل راح يبدا يقول لك ما نقدرش نصرد، عندي الم في الحلق، الم في الحنجره، ما يقدرش يصرد. نقدر نصيبو سيلان في الانف، نقدر نصيبو سعال، كما في نقدر نصيبو حتى ضيق في التنفس. وبالتالي اذا لاحظنا
نصيحة أخرى للآباء والأمهات من باب الوقاية، أولا يجب تفادي تغير درجة الحرارة في الأكل وفي وفي المنزل وفي الغرفة اللي يكون فيها الطفل، يجب نتفادى باش يكون تغير كبير في درجة الحرارة بين المناخ والغرفة اللي يكون فيها الطفل. ثانيا إذا شفت الأم أو الآباء شافت الطفل بدأوا يظهروا عنده هذا الأعراض، يجب إعطاء دائما السوائل، لأن السوائل مهمة جدا المام للجهاز التنفسي، يجب إعطاء السوائل بكمية كبيرة، يجب استعمال إذا شفنا وخاصة سيالا في الأنف سعال وخاصة عند الرضع، يجب غسل الأنف بصفة مكثفة في اليوم عن طريق المحلول الفيزيولوجي أفيك جسيرون فيزيولوجيك. وإذا لاحظنا الطفل بدأ سعال في الليل وما يخليش يرقد، بالتالي هذا طبعا يجب زيارة الطبيب في قدر على المستطاع وفي المستعجل باش نتفادوا هذا، باش نتفادوا المضاعفات على الالتهابات في الجهاز التنفسي. هذه على العموم الالتهابات اللي قد النفس البشرية، هي من الحفاظ على النفس البشرية هي من مقاصد الشريعة الإسلامية أو من مقاصد الخمس للشريعة الإسلامية، وسبقها علماء الدين على حفظ المال وحفظ الدين. فلا يمكن للإنسان أن يجازف بنفسه من أجل ربما مبلغ مالي نقدر نقول تاع 100,000 ولا 50,000 في النفس البشرية ما عندهاش قيمة مالية، هذا من جهة. من جهة أخرى العواقب الوخيمة التي تخلفها الأدوية للمرضى المزمنين، أنا عندي لاتونسيون ممكن نتناول الدواء تاع لاتونسيون عنده عواقب تاع النعاس، وبالتالي لابد علي أنني نراجع نفسي أن هذا الدواء تاع لاتونسيون نشربه في وقت بكري شويه، في العوض نشربوا على 10 تاع الليل نشربوا على 7 تاع العشيه، باش اذا كان اثر عليا ورقت ناخذ القسط الكافي من الراحه، صباح كي نسافر بعد صلاه الفجر نكون مرتاح، خذيت على الاقل 5 ساعات نوم. لا يمكن للانسان انه في فصل الصيف يسهر الى وقت متاخر من الليل وما يخش ولا ساعه تاع نوم ثم يروح يسوق لنا شاحنه ولا حافله لمسافات طويله، هذا امر مذهل في الحقيقه. ضيف الى ذلك المجازفه، المخاطره، السرعه المفرطه، يقول لك أنا السيارة نتاعي فيها سيستم دو فريناج كونفور ولا هي كونفور، فالسيارة كما قلت لك الحصة اللي فاتت تديك وين تحب وتخليها هي وين تحب. صح. فظاهرة الانحراف وانقلاب السيارات والحافلات نقل المسافرين أصبحت بكثرة مؤخرا، يعني خاصة لما نشوفوا السياقة نوعا ما نحن لما نخرج ممكن في ساعة نوعا ما متأخرة. نعم. من العمل ليلا نكونوا على طريق السريع نشوفوا واحد المناورات. نعم. نعم. تحسب أنك راك في فيلم تاع هوليوود ولا. نعم. نعم. فيلم نوع الأكشن، يعني مناورات جد خطيرة. نعم. ويديروا ثقة في السيارات. نعم. وأنا أقول للمشاهد الكريم وعامة المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين اللي يشوفوا فينا الآن أنه صدمة الحادث المروري لا يشعر بها إلا من وقع على حادث مرور. ربما كنا نتكلم بهذه اللغة ولا أنت زميلي ولا الناس اللي راح نستضيفهم بعدي راح نتكلموا ديماغوجيا فقط، لكن إنسان اللي ما وقعلوش حادث مروري ولا ما تشوكاش بحادث مرور، ما وقعتلوش صدمة الحادث مرور، فقد باباه فقد يماه أخوه جار وعم وعمته، أو ما يعرفش الكلام هذا، ناس بكري يقولوا ما يحس بالجمرة غير اللي كويتو. صح. معناها الإنسان اللي وقعلو الحادث المروري هو اللي يعرف الكلام اللي رانا نقولوا فيه، هذا من جهة. من جهة ثانية احنا ما ناش عايشين وحدنا في العالم، أنا داخلين في منظمات واتفاقيات السلامة والأمن ومنظمات حقوق الإنسان والحفاظ على الصحة ففي نهاية السنة إذا بقينا بهذا الأرقام راح نقول لك باللي الجزائر تكون ضمن المراتب الأولى عالميا في حوادث المرور. إذا احنا ما راناش حابين نكونوا احنا في المراتب الأولى في حوادث المرور. حوادث المرور كاين في كل دول العالم سواء في الدول العربية أو الدول غير العربية، لكن لابد علينا أن في سنة 2022 نتمتع بثقافة وقائية تخلينا أنه الإنسان يعرف باللي هذا المركبة قادرة تقتله في أي لحظة بسبب المجازفة اللي يقوم بها. نتكلموا عن المركبات، نتكلموا عن الدراجات النارية، يلا نروح نشوفوا طريق سريع في الليل نشوفوا الدراجات النارية الفخمة اللي ربما المبلغ تاعها يفوق قيمة المركبة قيمة السيارة، وكاين مجازفات أنه يرفع الدراجة على العجلة الخلفية، فالسقوط من على الدراجة النارية إذا كانت تسير ب 70 كيلومتر في الساعة تساوي الوفاة. إذن هذا الكلام اللي نقوله فيه في حملات تحسيسية توعوية من خلال التلفزيون العمومي، من خلال القنوات الخاصة، من خلال الإذاعة المحلية، من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، هو لمن؟ هو لفائدة المشاهد الكريم، هو لفائدة المواطن. صحيح. الآن علامة الاستفهام على من نحطوها؟ على الآذان الصاغية. احنا رانا نديرو في التوعية والتحسيس لمن؟ لفائدة المجتمع المدني. إذن لابد من إيجاد أو من وجود رجع الصدى، لازم تكون كان آذان صاغية كنحطوا احنا توجيهات ولا الدرك الوطني ولا الأمن الوطني ولا السلامة المرورية،
الهدف منها في الأخير هو الحفاظ على النفس البشرية من الهلاك. إذا لابد على الناس هذو اللي رانا نوجه لهم في الكلام لابد أنهم يلقوا أذن صاغية، سواء سواق المركبات، سواق سيارة الأجرة، حافلة نقل المسافرين، شاحنة نقل البضائع، حنا اللي رانا نسوق المركبات الخاصة لابد علينا ما نقولوش الشعارات هذو في البلاطوهات وحنا كي نخرجوا ونكونوا في المركبة نتاعنا نديروا واش يقول لنا راسنا، واش يظهر لنا نديروا. إذا لابد علينا أن نتمتع بثقافة وقائية، لأنه نقول لك هذه الكلمة في الحقيقة أنا حاب نأثر في المشاهد الكريم اليوم، لأنه الأرقام مبالغ فيها. روحوا تشوفوا الصور اللي راهم عند الحماية المدنية تاع الحوادث المرورية، دخلوا للحماية المدنية، دخلوا للوحدات الحماية المدنية عبر كامل تراب الجمهورية، وروحوا طلبوا الصور الشنيعة، لأنه إحنا لا يسمح لنا القانون باش نحط هذه الصور خاصة اللي يظهر فيها الوجوه أو رقم التسجيل تاع المركبة. لكن إذا حبيتوا تشاركوا معنا وتكونوا لنا سند باش نفعلوا الثقافة الوقائية في المجتمع، روحوا نعطيكم الصور تشوفوا صور شنيعة. رجل الحماية المدنية وصل إلى درجة أنه أصبح لا يطيق يشوف هذه الصور. أنا كرجل حماية المدنية وليت كي نشوف حدث مروري تقشعر الأبدان نتاعي أو يقشعر الجسم نتاعي لكآبة المناظر، خاصة الحدث المروري اللي شفناه اليوم أمس سواء في الجباحية ولا في طريق الولاية 84. يعني أستاذ كريم، لما نشوفوا حتى يعني الصور في بعض الأحيان اللي يحطوها بعض المواطنين المتطفلين على حوادث المرور، لكن في بعض الأحيان هو تطفل أكيد، لكن الصور اللي يجيو بها ويحطوها على وسائل الاجتماعي ممكن من فيسبوك وإنستغرام وغيرها، نقولوا أنه صور شنيعة جدا. أكيد صور لما تشوفها تقول بكلمة ممكن العامية يا حليل، وش راه يستنى ممكن الإنسان اللي كان داخل هذه المركبة. كما قلت هو أثر ممكن من جهة خسائر مادية، من جهة خسائر بشرية، من جهة كاين الناس ممكن تعيش بعاهات إلى آخر يوم في حياتها. بالتالي حنا نتأسفوا لهذا الأرقام التصاعدية، وإن شاء الله ما نزيدوش نشوفوا مثل هذا الأرقام بحول الله تعالى، وإن شاء الله في الحصيلة الأسبوعية الجاية إن شاء الله نشوفوا أرقام أقل فأقل فأقل. يعطيك الصحة سيدي الكريم، كنت معنا إن شاء الله سيدي الكريم. ومن خلالك للتلفزيون العمومي نتمنى إن شاء الله ما تبقى من شهر الاصطياف ما نزيدوش نشوفوا أرقام، لأنه إحنا متوقعين عودة المواطنين من فترة الاصطياف إلى بيوتهم متخوفين من الحركية المرورية هذه. كذلك نتمنى السلامة للجميع إن شاء الله وبحول الله تعالى. السلامة والعافية للجميع، ابقوا ويانا مباشرة من التلفزيون الجزائري إلى موجز الأخبار. التاسعة صباحا بتوقيت الجزائر، مشاهدينا الكرام أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. المستهل من قونيا التركية وضمن ألعاب التضامن الإسلامي 2021، حيث ترفع راية الجزائر عاليا، حصيلة مشرفة 4 ميداليات ذهبية، 5 فضيات و7 برونزيات في مختلف التخصصات، إضافة إلى تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 23 سنة للمربع الذهبي. عبد العزيز بن سالم يلخص لنا حصاد الجزائر من الميداليات لنهار أمس. يوم حافل للرياضة الجزائرية في ألعاب التضامن الإسلامية، حيث حصدت 10 ميداليات من المعادن 3. الكرة الحديدية والرافل منحوا الجزائر 3 ميداليات ذهبية كاملة عبر البطلتين لامية عيسيوي وشهرزاد شيباني في نهائي الزوجي في اختصاص الرافل. علينا هذا التتويج بالميدالية الذهبية لأول مرة في تاريخ رافا الجزائرية اختصاص زوجي عيسيوي لاميا وشيباني شهرزاد، ميدالية ذهبية نهدوها كاع للشعب الجزائري في كل مكان إن شاء الله. في الرافل دائما سار البطلان نسيمة بوكرنافا وطارق الزكيري على نفس النهج، وأحرزا الذهب في زوجي المختلط بعد فوزهما على منافسيهما التركيين. وواصلت الرياضة الجزائرية تألقها بذهبية ثالثة عبر محمد مختار في الكرة الحديدية وتحديدا في الرمي بالدقة. أما الفضية فكانت من نصيب محمد بن سليم في الرمي بالدقة وسيليا أفناي في ذات الاختصاص عند السيدات، وكاميليا قدور في الرمي بالدقة والثنائي المختلط سيليا أفناي ومحمد شعشوعة في الكرة الحديدية. وفي ألعاب القوى نال منتخب التتابع 4 في 400 متر فضية السباق، بينما حصد العداء سليم قدار الميدالية البرونزية في سباق 1500 متر.
وفي كرة القدم ضمن منتخبنا تواجده في المربع الذهبي بعد تعادله أمام تركيا بهدف لمثله ليواجه الخضر في الدور نصف النهائي منتخب السعودية يوم الأحد المقبل. بولاية خنشلة وإحياء لليوم العالمي للشباب وفي إطار سياسة الدولة الرامية لتشجيع الشباب لخوض مجال المقاولاتية وإنشاء شبكة تواصل ميدانية ونقل تجربة شباب مقاول ممن خاض التجربة وحقق نجاحات كبيرة أثمرت مشاريع إبداعية وأقرانهم ممن يسعون لولوج عالم المؤسسة المصغرة. وبالمناسبة سطرت دورات تكوينية في عدة مجالات تهدف لتبادل الخبرات وتشجيع الطاقات الشبانية البناءة لاقتصادها ومستقبلها. في نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية سيتم تسجيل موجة حر قد تصل إلى 46 درجة بالولايات الغربية والوسطى للوطن اليوم وغدا الأحد، وستمس موجة الحر التي وضعت في مستوى يقظة برتقالي الولايات التالية: عين، تيموشنت، وهران، مستغانم، تيبازا، الجزائر العاصمة، وبومرداس، حيث ستتراوح الحرارة ما بين 40 إلى 42 درجة. كما تخص النشرية أيضا ولاية تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر غليزان، الشلف، وعين الدفلة، أين ستتراوح درجة الحرارة ما بين 44 إلى 46 درجة. دوليا وفي الشأن الصحراوي، شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي المتمركزة بجدار العدل الدلي أقول والعار بمنطقتي أعكد أركان والعريا بقطاع المحبس، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. كما استهدفت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قوة الاحتلال المغربي بقطاع أسرد وبمناطق كلب النص وأسطيلة بواكر حسب البيان العسكري رقم 609 أقول الصادر أمس عن وزارة الدفاع الصحراوية. دوليا وفي الشأن الفلسطيني، أصيب 4 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني بالضفة الغربية البيرة والخليل، وذلك في مظاهرات منددة بالعدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني الأعزل وكذا سياسة الاستيطان الصهيونية. هذا واستشهد أمس شاب فلسطيني من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة متأثرا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى 49 شهيدا. في العراق، انسداد سياسي متواصل رافقته مخاوف جمة من صدام جماهيري على الأرض، وهذا بعد خروج حشود من أنصار الإطار التنسيقي الحاكم إلى الميدان واعتصامهم أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء غير بعيد عن مقر البرلمان الذي يحتله أنصار الصدر. في السياق، دعا مسؤولون في الإطار التنسيقي إلى رفع التجميد عن عمل مجلس النواب وتجاوز القيود المفروضة على الحكومة، وهو ما يرفضه التيار الصدري الذي يصر على حل البرلمان وانتخاب رئيس حكومة جديد. في تطورات الوضع بأوكرانيا، حذر مدير وكالة الطاقة الذرية خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي من عواقب وخيمة للأنشطة العسكرية قرب مدينة زاباروجيا بعد تأكيدات من تضرر المحطة النووية الواقعة بالمنطقة. ميدانيا، شنت القوات الروسية غارات جوية أمس على مدينة كراماتوريسك في دونباس ودمرت مراكز قيادة محلية أوكرانية، وهذا في الوقت الذي تواصل فيه خروج سفن محملة بشحنة من حبوب الذرة والقمح من موانئ أوكرانية تجاه مرافق تجارية عالمية. ختام الموجز، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله. هذه الجولة السياحية مع اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر، دائما أقرب.
دمتم بهذه الجولة السياحية مع اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر دائما أقرب. ينفى بالوعد نتاعو باش يدير لي القطار هذا تاع السكه الحديديه خاطر يساعد مليح. قطارات بسرعه تصل ال 220 كيلومتر في الساعه. حقا الدوله راهي تبذل مجهودات جباره جدا يعني لبناء وايجاد البنى التحتيه الفعاله اللي يعني رايحه يعني تحقق التنميه الشاملة عبر كامل التراب الوطني من أقصى الشمال حتى لأقصى الجنوب. رفعنا التحدي يعني حتى نبين يعني أن الجزائر فيها كفاءات. الجزائر تسير بقاطرة تنمية اقتصادية واجتماعية وتمد خطوطا سيادية هي شرايين الجزائر. المشاريع الكبرى للسكة الحديدية قاطرة التنمية قريبا على القناة الإخبارية. ونتواصل وإياكم عبر الإخبارية في هذا الصباح. تحية صباحية إخبارية مجددة للجميع لكم يلتحق بنا اللحظة عبر القناة الإخبارية للتلفزيون الجزائري وعبر الصفحة الرسمية للتلفزيون الجزائري على الوسيط الاجتماعي الفيسبوك أين تتفاعل النسبة المشاهدة لهذا البرنامج أكيد ومحتوى وفحوى البرنامج ومحاور البرنامج كذلك. هذا الصباح هو حديث عن جانب آخر وملف آخر يتعلق بشركة صنع الغاز من خلال الحديث عن هذه الشركة وعن هذا الموسم موسم الاصطياف بالإضافة إلى الحديث عن مخطط عصرنة الخدمات المقدمة للزبوني الجزائري. وتحضر ويانا في هذا الصباح السيدة فاطمة الزهراء مرزوقي ممثلة خلية الاتصال بشركة صنع الغاز. أهلا بك سيدتي الكريمة صباح الخير. أهلا بك وشكر جزيل على هذه الدعوة تحية صباحية طيبة لجميع المشاهدين. تحية صباحية مجددة لك سيدتي الكريمة. أكيد لما نتحدث عن شركة صنع الغاز الشركة الرائدة في إنتاج وكذلك توزيع الطاقة الكهربائية على مستوى التراب الوطني هو استهلاك كبير نوعا ما للطاقة خلال هذا أو خلال هذه الفترة من السنة موسم الاصطياف. لو تحدثنا عن هذه النقطة بالتحديد سيدتي الكريمة ماذا يمكن أن نقول عن الاستهلاك الطاقوي خلال هذا الموسم؟ ربما أول معلومة نبدأ بها هذا المحور أو هذا السؤال هي الذروة التي تم تسجيلها يوم 31 جويلية المنصرم على الساعة 2:45 دقيقة والتي تم تسجيلها من طرف مسير المنظومة الكهربائية بحيث وصلت الذروة وصلت الذروة رقم قياسي حققناه في سنة 2022 وصل إلى 16666 ميجا وات هي ذروة الاستهلاك بالنسبة
هي ذروة قياسية في الاستهلاك، كانت ذروة أيضا سجلت السنة الماضية سنة 2021 وكانت قد تزامنت مع فترة الحرائق المهولة والمؤسفة التي سجلناها خلال الصيف الماضي، وكان تسجيلها أيضا خلال شهر أوت 2021. إذن الخدمة أو استمرارية الخدمة بالنوعية المطلوبة تم ضمانه، بحيث لم نسجل أي نقول تذبذب في توزيع الكهرباء وعلى المستوى الوطني. ويعود الفضل في هذا إلى جملة الاستثمارات والتي جندتها شركة سون الغاز من خلال جميع شركاتها، سواء ابتداء من الكهرباء بحيث وصلت القدرة المركبة المثبتة ما يزيد عن 25 ميجاوات بالنسبة لهذه السنة، وهذا بفضل ما تم إنجازه من خلال محطات توليد الكهرباء على المستوى الوطني. أيضا تم تقوية شبكة نقل الكهرباء بما يزيد عن ربع مراكز للتحويل ذات التوتر العالي، ومدعمة ب 14 قاطرة متنقلة لنقل الكهرباء. هذه الشبكة، شبكة نقل الكهرباء، أيضا موصولة بشبكة أخرى لتوزيع الكهرباء التي تم تدعيمها بالنسبة لهذه السنة ب 628 محول كهربائي جديد، وتم مربوطة فيما بينها بما يزيد عن 1595 كيلومتر من شبكات ذات التوتر المتوسط. إذن هذه تدخل في إطار تحضيرات فصل الصيف لسنة 2022، والتي بدورها تدخل في إطار استراتيجية عامة تضعها سون الغاز لمواكبة الطلب على الكهرباء الذي يتزايد من سنة لسنة، والذي نشعر بتزايده بشكل خاص خلال الفترة الصيفية. لكل سنة يتم تسجيل الذروة خلال هذه الفترة، سواء شهر جوليا ولا شهر أوت، وهذا دائما خدمة للمواطن الجزائري وتسهيلا لحياته المواطن الجزائري. فشركة سون الغاز تسهر على تزويد كل بيت بالطاقة الكهربائية للاستخدامات اليومية بشكل عام. يمكن أن نقول أن الرئيس المدير العام لشركة سون الغاز كان خرج في خرجات ميدانية، وهذا في خلال هذا السنة ومنذ أشهر وفقط، على مستوى مختلف ولايات الوطن. ماذا يمكن أن نقول في هذه النقطة؟ الحقيقة أن هذه الخطوة اتخذها الرئيس المدير العام، وتأتي أيضا تنفيذا لتعليمات من سيد رئيس الجمهورية التي تقتضي أو تتضمن ذهاب المسؤولين الأولين على مختلف القطاعات نحو الميدان، والتواصل على المستوى المحلي مع السلطات العمومية للاستماع لانشغالات هذه السلطات على المستوى المحلي، ممثلة في السادة الولاة والأجهزة التنفيذية، ليس فقط ما هو ممثلين عن الدولة، يحضر هذه اللقاءات أيضا ممثلين عن ممثلي الشعب وممثلين على الأسرة الإعلامية، بحيث خلال هذه الزيارات كما قلت هناك لقاءات تشاورية تقييمية يتم من خلالها عرض ما تم إنجازه فيما يخص قطاع الكهرباء والغاز على المستوى المحلي، كما يتم أيضا الاستماع لمجمل الانشغالات المطروحة من طرف جميع الأطراف التي ذكرتها آنفا، والتي من شأنها أن تمنح الإمكانية للرئيس المدير العام وهو المسؤول الأول عن قطاع الكهرباء والغاز يعني إعطاء حلول وإعطاء ربما تعليمات آنية لحل بعض المشاكل التي تكون متعلقة بقطاع الكهرباء والغاز. الحقيقة أنه هذا كما قلت هو منهاج في التسيير، منهاج في الاتصال أيضا جديد تنتهجه سون الغاز من أجل التقرب أكثر من انشغالات المواطنين والوصول إلى أحسن خدمة ممكنة نقدمها للمواطنين باختلافهم. يعني إحنا بالنسبة لسون الغاز، سون الغاز التوزيع اللي هي فرع
مسؤول عن توزيع الكهرباء والغاز، نحن لا نضم من ضمن زبائننا فقط زبائن العاديين، إنما نضم أيضا زبائن متمثلين في الإدارات، متمثلين أيضا في القطاع الاقتصادي، سواء كانوا مستثمرين، فلاحين، صناعيين، والصناعيين. كل هذه الأصناف من الزبائن لها انشغالاتها، بالتالي خلال هذه اللقاءات التقييمية يتم طرح هذه الانشغالات، ويتم أيضا اقتراح حلول لمجمل المشاكل. هناك حلول يتم الحقيقة أنه تقترح بشكل آني، وهناك بعض المشاكل الأخرى التي تستلزم البث فيها ومشاورات مع السلطات العمومية، لكن على الأقل أنه المشكل يصبح مطروح بشكل واضح وبحضور منتخبي الشعب وبحضور الإعلام أيضا. بحديثكم ممكن سيدتي الكريمة عن الخدمة المقدمة من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، أكيد أنه خدمات مختلفة تقدم لي كما سبق ذكرتي المواطن الجزائري بشتى أطيافه. ما هي ممكن أهم الخدمات المقدمة من طرف شركة صنع الغاز؟ شركة صنع الغاز ممثلة، يعني مجمع صنع الغاز ممثل في صنع الغاز توزيع، اللي هي واجهة صنع الغاز على الخارج والمتعامل الوحيد مع الزبائن على المستوى الوطني. تقدم خدمات مختلفة. أول خدمة تقدمها هي عملية الربط بالكهرباء والغاز، وهذه العملية الحقيقة تخضع إلى جملة من البرامج. من أهم هذه البرامج هو برنامج الدولة لتوسيع استعمال الغاز وتوسيع أيضا ولوج الكهرباء، يعني تعميم الكهرباء على المستوى الوطني. وفي هذا الإطار، في إطار البرنامج الوطني إذن، هناك برامج مختلفة. هناك البرامج السكنية، هناك برامج ربط المناطق المعزولة، هناك برامج الخاصة بالمستثمرات الفلاحية والمستثمرات الصناعية. في كل هذه الميادين إذن هي خدمة، الأول خدمة هي تزويد كل هؤلاء الزبائن بالكهرباء والغاز. ثم من خلال هذه العلاقة، نقول هذه العلاقة اللي موجودة بيننا وبين الزبائن تاعنا، هناك جملة أيضا من الخدمات الأخرى التي نقدمها، سواء كان من خلال الفوترة الآن تكون بشكل مستمر، تسليم الفواتير يكون بشكل مستمر. أيضا هناك عمليات التسكي ديباناج، يعني التدخلات عندما يكون هناك تذبذب في الكهرباء والغاز أو عطب يكون عنده أسباب مختلفة. أيضا هنا يمكن نعود لهذا السؤال لاحقا. هي جملة من الخدمات نقدمها بشكل مستمر من خلال الوحدات الجوارية لشركة صنع الغاز على المستوى المحلي، سواء كان من خلال وكالات تجارية أو من خلال المصالح التقنية للكهرباء والغاز. بالنسبة أيضا هناك هذه الخدمات تم تطويرها سنة بعد سنة. اليوم نذهب نحو خدمات رقمية أكثر، يعني نحاول أن نخفف الضغط على الزبون. مثلا بالنسبة للفواتير الكهرباء والغاز، فواتير الاستهلاك بالنسبة للزبون العادي، يمكن للزبون أنه يطلع هذه الفاتورة على مستوى الموقع الإلكتروني للشركة، يمكن له تحميلها واستعمالها لدفع هذه الفاتورة. هناك أيضا عملية دفع الفواتير من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، اللي هو دونك لو بايمون اون ليني، اللي تم وضعه حيز الخدمة في سنة 2017 ديجا. هناك أيضا الخدمة الجديدة التي نقدمها للزبائن من خلال المركز الوطني للاتصال، اللي هو الرقم 3303، اللي يمكن على الزبون أنه يتصل به 24 ساعة على 24، خلال ساعة خلال كل أيام الأسبوع، والذي بالإضافة لمعنتها
تسجيل انشغالات الزبائن فيما يخص استمرارية الخدمة بالكهرباء والغاز، هو أيضا يعطي جملة من الخدمات الأخرى خاصة فيما يخص كل ما هو نصائح متعلقة باستعمال هاته الطاقتين، مثلا ديون الزبون يمكن له أن يطلع عليها من خلال الرقم 3303. هو أيضا هذا الرقم، هذا المركز الوطني للاتصال اللي تم استحداثه في سنة 2019، هو واجهة إضافية لسون الغاز نحو زبائنه، وهذا يدخل دائما في الاستراتيجية المتبعة من أجل عصرنة خدمات شركة سون الغاز ولتحسين ممكن هذه الخدمات للمواطن الجزائري ولمستهلك الطاقة بنوعها، يعني غاز أو كهرباء كذلك. أكيد أن الرقمنة مست القطاع بالنسبة للخدمة بشكل عام، وهذا المسناه من خلال نوعية الخدمة المقدمة على مستوى الوكالات الخاصة بصنع الغاز أو من خلال مختلف النقاط اللي كنت ذكرتها، على سبيل المثال الإيبايمنت أو الدفع الرقمي على مستوى يعني الموقع أو على مستوى يعني استخدام فقط هاتف نقال باش أنا مباشرة نخلص فاتورة الغاز تاعي أو الكهرباء تاعي من دون أنه لازم علي أن نتنقل الوكالة التجارية وناخذ وقت بالفعل. ونشوف أنه هناك أيضا تنسيق وتعاون بين شركة سون الغاز وشركات أخرى، مثلا المثال إذا كان عندي فاتورة ممكن أن ندفعها على مستوى الوكالة أو حتى على مستوى مراكز البريد، أيضا مركز بالنسبة لدفع الفواتير الكهرباء استهلاك الكهرباء والغاز على مستوى مراكز البريد. هذه خدمة تم وضعها حيز الخدمة في سنة 2008، في سنة 2007 تم تعميمها على المستوى الوطني عفوا. والحقيقة أنه منهاج الرقمنة والعصرنة سون الغاز ماضية فيه منذ ما يزيد عن 20 سنة فلنقل، واللي أهم ربما أحسن مثال لاستظهار هذا النهج في التسيير من طرف سون الغاز هو أن هناك مديرية عامة للمنظومة المعلوماتية على مستوى المجمع، وهناك أيضا شركة إليت اللي هي مديرية عامة الآن تم إدماجها في سنة في سون الغاز التوزيع، والتي تعد نقول الذراع الرقمي لشركة سون الغاز بمختلف فروعها. سون الغاز اليوم عدا عن استخدام كل ما هو تطبيقات رقمية في علاقاتها في نظم تسييرها، سون الغاز اليوم تسعى إلى امتلاك منظومة معلوماتية شاملة تسمح بتسيير وتأمين البنك المعلوماتي لهذه الشركة، الذي هو بنك ضخم، ومن خلاله تحسين نوعية الخدمات التي يتم تقديمها للزبائن. في إطار العصرنة أيضا، العصرنة لا تمس فقط ما هو كل ما هو تسيير للزبائن، وفي هذا الإطار ممكن نقول أنه نظام تسيير جديد للزبائن تم استحداثه ابتداء من سنة 2020. بالمقابل أو بالموازاة مع هذا العمل، هناك أيضا عملية عصرنة لكل ما هو استغلال لشبكات الكهرباء والغاز. في هذا الإطار يمكن أن نتحدث عن مراكز التحكم عن بعد في الشبكات الكهربائية ذات التوتر المتوسط، والتي تم تقريبا تعميمها في عديد من الولايات على المستوى الوطني. وهناك أيضا المركز الوطني لمعالجة البيانات، الذي يعد واحد من أهم الإنجازات التي تخص معالجة البيانات الخاصة بعمل محطات توليد الكهرباء، وهذه كلها دائما من أجل عصرنة هذا القطاع من جهة، ودائما لصالح المستهلك الجزائري من جهة أخرى. شكرا لك سيدتي الكريمة اللي كنت معنا في هذا الصباح، وعلى كل المعلومات القيمة التي أضفت من خلالها أكيد ثقافة للمشاهد الكريم فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، وكذلك كل ما يتعلق بهذه الخدمة المتميزة التي تقومون بها. شكرا لك سيدتي.
سيدتي الكريمه. ممكن شكرا لك. ممكن فقط كلمه اخيره بالنسبه تفضلي. لاستهلاك لمرافقه الزبون بالنسبه لاستهلاك الطاقه، يجر القول فقط اننا اطلقنا منذ بدايه شهر جوان الحمله الوطنيه التحسيسيه فيما يخص الاستهلاك العقلاني للطاقه الكهربائيه، والتي تم انطلاق ايضا الانطلاق الرسمي لها كان اعطاها الرئيس المدير العام ابتداء من ولايه الطرف. هذه الحمله تستمر لغايه نهايه فصل الصيف، تجوب كل الولايات وبالخصوص الولايات الساحليه. اليوم الزبائن لهم موعد بهاته مع هذه القافله على مستوى ولايه تيزي وزو بتكزيرت وازفون، وغدا باذن الله على مستوى ولايه تيبازا، وعلى كل اسبوع على مستوى ولايه بومرداس. هذا على سبيل الذكر لا الاحصاء، لانه العمليه تمس كل ولايات الوطن ان شاء الله في كل ولايات الوطن. وبذكرك ولايه بومرداس، سنبقى بولايه بومرداس لنرحل والمشاهد الكريم في جوله سياحيه الى هذه الولايه الرائعه، وبالتحديد الى كاب جنات، هذه الواجهه البحريه المتميزه والتي تعرف اقبال كبير من السياح الجزائريين المحليين من ابناء المنطقه او من غير ابناء المنطقه من الولايات المجاوره، من يقصدون هذه القبله البحرية الساحلية الرائعة وهذه الجوهرة من جواهر الجزائر. والوجهة ستكون مع زميلتنا فوزية باشا. رحلة قد لا تستغرق الكثير من الوقت، لكنها مغامرة تستكشف فيها معالم كاب جنات، منها ميناؤها القديم ورؤية الشاطئ عن بعد، وهو ما تفضله الكثير من العائلات في رحلاتهم عبر هذه القوارب الصغيرة. والله غادي دور بينا كامل هذاك كل ما شفناهم دور بينا كامل ويساعدنا كيما نقولوا له يديه. والله غير الحمد لله، الحمد ربي، والله غير هي هكذا شو احنا عندنا نخافوا شويه، محسوب اول ورانا نركبوا فيها، وان شاء الله ربي يدومها بلادنا باهيه ونحوسوها. نروحوا نبدلوا شويه الجو، يعني نحوسوا شويه من بعد نشوفوا الاجواء الجديده في البحر. شباب جاءوا بفكرة سياحية تستمتع فيها العائلة في وسط البحر وتكون بطاقة فنية لهذه المنطقة السياحية. وفي الصيف نستعملهم رحلات للعائلات نزهة، وندوهم للبور يحوسون ولا المعالم تاعنا، نحكوا لهم مع السيادة، ندخلوهم لداخل البور يتصوروا في البواخر. والحمد لله يعني شاك عائلة تروح تزيد تعاود تولي يعاودوا يقولوا الحمد لله، يعني يروحوا يلقوا راحتهم معنا. تتوافد على شاطئ كاب جنات العائلات من كل ولايات الوطن لقضاء عطلتهم في جو يسوده الأمن والحماية لأطفالهم. مليحة هنايا، ماشي غامقة، الدراري يسمعوا مو آلاز، ومام باركينغ غراتويتمون، مام الجماعة اللي راهم هنايا قايمين بالحالة كان سيكيتي. عاشو يعجبني يعني الله يبارك إلا القدر، إلا القدر وكمل ذا غني ثوالا ذا 3 سنين الكورونا نشمن عدني الحمد لله نبدا كوار شورا نير كلي فرحان. مجينا من سيدي عيسى، كاين لا سيكيريتي لهنا، كاين كل شيء، وزيد ميور بلاش في بومرداس هذا كاب جنات الله يبارك، وكاين الامن لهنا، كاين كلش الله يبارك. لا سيكيريتي وكاينه مليح، لا عجبني الحال مليح. جبنا الاولاد ينحيوا على قلوبهم شويه ويعوموا الى الامور ولا غير ما شاء الله، السلطات قايمه هنا ما شاء الله. والزميلة فوزية تاج أخذتنا في هذه الجولة السياحية الرائعة إلى هذه المنطقة الرائعة كذلك من مناطق الجزائر، إلى منطقة كاب جنات بولاية بومرداس. هذه هي المنطقة التي كما سبقت وذكرت أنها تعرف إقبال كبير من السياح المحليين من أبناء المنطقة وغيرهم من أبناء الولايات المجاورة. نواصل الحديث في هذا الصباح بعد الجولة التوعوية والتحسيسية في جانب حوادث المجاورة
المرور والجانبيه الصحيه. حديث كان هذا الصباح عن كل ما يتعلق بترشيد استهلاكي الطاقه. الى جانب اخر من جوانب الحوار في هذا الصباح والملف يتعلق بما هو مالي بامتياز ومقاولتي، كذلك من خلال استقبالنا للسيده امينه عثمانيه رئيسة قسم المصرف الصرافة أقول الإسلامية بالبنك الوطني الجزائري. أهلا بك سيدتي الكريمة. أهلا بك، صباح الخير. وصباح الخير لكم مشاهدينا الأعزاء. أهلا بك. ونرحب أيضا بالسيدة نجاة غالمي مديرة أقول عامة لمؤسسة خاصة بالتجارة الإلكترونية والابتكار والرقمنة والتمويل الإلكتروني. هكذا صباح الخير. صباح الأنوار، مرحبا بنا عندكم. أهلا بكم. عدنا أكيد من خلال هذا الصباح للحديث عن هذا الملف المتميز فيما يتعلق بالصرافة الإسلامية وكذلك كل ما يتعلق ب المؤسسة الخاصة بالتجارة الإلكترونية والابتكار والرقمنة والتمويل الإلكتروني وغيرها من النقاط الأخرى ممكن التي سنتحدث عنها في هذا الصباح. بداية الحديث ستكون عن الصرافة الإسلامية والصرافة الإسلامية، حيث أصبحت في السنوات الأخيرة من أهم صيغ التمويل ومواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية بشكل عام. ويعد البنك الوطني الجزائري واحد من أهم البنوك التي اعتمدت على هذا النمط. سيدتي الكريمة سيدة أمينة، كيف ترون ممكن الإقبال على هذا النمط المالي، على هذا النمط من التعامل المالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرت سيدي الكريم، البنك الوطني الجزائري كان أول بنك عمومي أطلق خدمة الصرافة الإسلامية بتاريخ 4 أوت 2020 بإطلاق أول شباك لهذه الخدمة اللي كانت في ديدوش مراد كما قلت في 4 أوت من سنة 2020. حاليا بعد حوالي سنتين من إطلاق هذه الخدمة، يعني التواصل تاع المواطنين على هذه الخدمة راهو يعني في تواصل، وحنا كبنك وطني جزائري نعمل على تطوير هذه المنتجات ويعني بما يتوافق ويتماشى مع متطلبات شرائح المجتمع من مواطنين خواص أو شركات أو مهنيين. الصرافة الإسلامية بتعريفها يعني نحاول نمد يعني تعريف بسيط، يعني هي حاجة يعني معمقة إلى غير ذلك، ولكن بتعريفها البسيط هو نمط مالي موافق لأحكام الشريعة. هذا النمط المالي وهذا النظام المالي يعتمد على عدة أدوات وعدة فاعلين في هذا النظام المالي. من بين هاد الفاعلين أهم فاعل في نظرنا هو البنك. عندنا البنك، عندنا شركات التأمين، وعندنا أيضا البورصة اللي تكون تعمل بنظام الصرافة الإسلامية واللي هو النظام اللي يكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. فيما يخص البنك، بعد إطلاق النظام الخاص بالصرافة الإسلامية في 15 مارس 2020، البنوك العمومية توجهت إلى هذا النظام تاع الصرافة الإسلامية، وهذا تلبية للمطالب مطالب الزبائن ولا أيضا المواطنين اللي كان هناك شريحة مهمة منهم اللي كانت عازفة للتعامل مع البنوك في انتظار هذه المنتوجات اللي تكون مطابقة لأحكام الشريعة. كما قلت حاليا بعد حوالي سنتين نقدر نقولوا بلي التجاوب هو جد ايجابي، ورانا نمشيو في يعني في السيروره والديمومه هذه تاع التطوير اللي هو يعني كان محور الاتفاقيه اللي كانت مضات بتاريخ اتفاقيه الاطار اللي كانت مضات بتاريخ 21 افريل 2022 عفوا مع شركه زياد زاير، واللي جات موراها ايضا عده عقود تنفيذيه اللي يكون لنا ان شاء الله يعني المناسبه باش نهضروا عليها ان شاء الله في هذا اللقاء ان شاء الله بحول الله تعالى. أكيد هو النمط اليوم الذي أصبح إما المتعاملين الاقتصاديين ولا حتى المواطنين يعرفون إقبال كبير على هذا النمط من الصرافة الإسلامية التي سنفصل فيها أكيد بالنسبة للبنك الوطني الجزائري. السيدة غالمي، أكيد كمديرة عامة لمؤسسة خاصة بالتجارة الإلكترونية، الابتكار، الرقمنة، أيضا التمويل الإلكتروني، كل ما هو إلكتروني مرتبط بهذه المؤسسة الخاصة. لو تحدثنا عن نقطة مهمة جدا، لماذا التجارة الإلكترونية بحد ذاتها؟ لماذا لا التجارة أو التعامل الكلاسيكي العادي؟
أكيد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يعني الظروف ومكونات النظام البيئي بصفة عامة هي من فرضت الرقمنة، هي من فرضت التوجه نحو التجارة الإلكترونية، نحو الدفع الإلكتروني، نحو الرقمنة. من بين هذه الظروف يعني دائما نقولوا مصائب قوم عند قوم فوائد، الظرف الصحي، ظرف المشكل كورونا، وين الناس عادت تتجنب التنقل، الناس عادت مدى بها تقعد في دارها ويلحقوها المنتوجات ولا الخدمات عن بعد. هذا الظرف قام بتنمية ثقافة الرقمنة وتنمية ثقافة التجارة الإلكترونية لدى المجتمع الجزائري بصفة عامة ولدى المستهلك الجزائري بصفة خاصة. أيضا التوجه والنظرة الاستراتيجية للدولة أيضا كانت موجهة نحو تعميم الرقمنة في الجزائر، نحو تعميم وتفعيل التجارة الإلكترونية من أجل يعني لا تخصابيليتي دي ترانزاكسيون، من أجل تقنين ومن أجل توضيح وشفافية المعاملات التجارية. كل هذه الظروف فرضت علينا أننا نعمم ونخترع ونبتكر حلول في إطار الرقمنة، حلول في إطار التجارة الإلكترونية، لكن مش حلول عامة كما احنا نقولوا دي سوليسيون ستاندار، لا، حلول كما قالت الأخت أمينة حتمنية، حلول تتماشى وتتأقلم ومتطلبات المجتمع الجزائري، حلول تتماشى وتتأقلم ومتطلبات الذهنية الجزائرية. من هذا المنبر شفنا باللي المواطن الجزائري عنده ميول ويطلب حلول عبر التجارة الإلكترونية، لكن الظرف الاقتصادي ما يسمحلوش أنه يشري كاش يخلص كاش، الظرف الصحي ما يسمحلوش أنه يخرج. من هذا الانطلاقة ومن هذا المبدأ وش درنا؟ كانت طورنا منصة للتجارة الإلكترونية، ونفتخر أنها 100% تطوير جزائري من طرف إطارات ومن طرف كفاءات وطنية جزائرية. عدنا نبيع بها عبر الانترنت، نبيع المواد والخدمات، لكن البيع ما يكونش كاش، سي باز اون سوليسيون ستاندار، البيع يكون بالتقسيط ولا بالمرابحة ولا وفق السياق الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية حتى نلبي رغبة المواطن الجزائري. ولا هنا ودائما في إطار القوانين أدمجنا التمويلات البنكية. يعني واش درنا؟ رقمنا التمويلات البنكية، وتم دمج التمويلات البنكية في جميع إطاراتها، تمويل بنكي استهلاكي، تمويل بنكي عقاري، تمويل بنكي وهذا ممكن حنفصله فيه واحد بواحد. أكيد أكيد إن شاء الله. أستاذة نجاة، أستاذة أمينة، لما نتحدث على الصرافة الإسلامية، كنت ذكرتي أنه أول شباك كانت الانطلاقة ديالو شهر أوت 2020 على مستوى وكالة ديدوش براد بيئة تحديد، بعدها تم التفكير في الانتقال من نمط الشباك على مستوى وكالة عادية إلى استحداث وكالات بحد ذاتها تكون متخصصة. ممكن كيف جاءت هذه القفزة من شباك إلى وكالة؟ طيب، أول شباك كما قلت كان في 2020 بديدوش مراد، مشى البنك في هذا النمط اللي هو شبابيك الإسلامية إلى غاية نهاية سنة 2020، حيث كان هناك هدف لتغطية يعني التقسيم الإداري اللي كان في 2020 هو 48 ولاية، كان هناك الهدف لتغطية 140 ولاية في نهاية 2020. بداية 2021 يعني قرر البنك، وهذا يعني استراتيجية اللي كانت تبناتها المديرية العامة على رأسها السيد المدير العام، اللي كانت عنده استراتيجية في الفصل التام بين يعني خدمة الصرافة الإسلامية والخدمة الكلاسيكية اللي يعرضها البنك، وهذا بالتوجه نحو الوكالات المتخصصة. وشنو هي الوكالة المخصصة للصرافة الإسلامية؟ هي وكالة بنكية ولكن تعرض خدمة الصرافة الإسلامية 100% من يعني حسابات عادية اللي هي حسابات تحت الإيداع، حسابات الموجهة للتجار وأيضا المهنيين، من حسابات ادخار بأرباح وبغير أرباح، من أيضا تمويلات كما يعني البنك الوطني الجزائري كان لما أطلق الخدمة كان عنده 9 منتجات، الآن راهي في حوالي 13 منتوج راهو موجود، وأيضا هناك عدة منتوجات راهي في طور يعني
الدراسة والتطوير. يعني كاين ملفات اللي راهي جاهزة تنتظر فقط الترخيص، لأنه هناك يعني حلقة لازم يدور عليها المنتج قبل ما يكون قبل ما يروح للمواطن، اللي هي من مطابقة شرعية على مستوى البنك، مطابقة شرعية على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى أيضا، مطابقة من قبل بنك الجزائر قبل ما يكون هذا المنتج يعني مرخص ويكون موجه للمستهلك. كما قلت هذا التوجه يعني كان في إطار الاستراتيجية الجديدة. الحمد لله اليوم البنك الوطني الجزائري عنده 67 نقطة لبيع يعني عرض منتجات الصرافة الإسلامية، هي 64 شباك وثلاث وكالات مخصصة حصريا لهذه الخدمة. هناك مشروع لإنجاز عدة وكالات في يعني 2022 رانا نمشيو فيه بحول الله، يعني كما قلت تحت توجيهات السيد المدير العام. كاين وكالات اللي راهي يعني جاهزة تنتظر فقط الملف الإداري، كاين وكالات اللي راهي يعني في التحضيرات إلى غير ذلك. قمنا أيضا ب يعني خلق مناصب شغل عديدة في هذه الوكالات المخصصة، وإن شاء الله قبل نهاية سنة 2022 يكون عندنا يعني عدد لا بأس به من الوكالات المخصصة حصريا لهذه الخدمة إن شاء الله. إن شاء الله. وكنت ذكرتي ممكن دار أو ديار الجزائر كتعاون كان بين البنك هو استحداث هذا، هي دائما خدمة أو هذا النمط اللي يكون موجه للمواطن الجزائري. لما نشوفوا خدمة مثل هذه، خدمة جديدة، عديد المواطنين كانوا ينتظروها من البنوك بشكل عام والبنك الوطني الجزائري بشكل خاص، حتى يعني في عملية ممكن التجارة، التبادلات، الحصول على خدمة كذلك بشكل عام. بالنسبة لمشروعك سيدة نجاة، ممكن الفكرة وتحدثنا عليها جاءت في ظرف العالم كله ممكن اتجه أكثر نحو الإي كوميرس ونحو كما هو تجارة إلكترونية ودفع إلكتروني بدرجة الأولى. كيف وجدت إقبال ممكن المواطنين على هذه الخدمات المقدمة من طرفكم؟ ولله الحمد نقدر نقول لك باللي كل خدمة تقدم في سوق كان مكان، نحكي على السوق الجزائرية، هذه الخدمة يتم ابتكارها واختراعها وفقا لدراسة السوق المعمقة التي تمت مسبقا، سوف تتلقى إقبال و يتقبلها ويتبناها المستهلك والمواطن الجزائري. احنا والله الحمد كنا أول خدمة ديار الجزائر هي عبارة عن عديد الخدمات الرقمية، يعني احنا في لونغاج الجيريان تاعنا ما قلناش خدمات، قلنا ديار، وديار الجزائر تضم عديد الخدمات يعني عديد الديور. كنا قمنا بإطلاق الخدمة الأولى وهي خدمة دار التقسيط، دار التقسيط من أجل البيع عبر الأنترنت، بيع أجهزة كهرومنزلية، أثاث، غير ذلك، والمبلغ يصل إلى غاية 1 مليون سنتيم، لكن البيع عن طريق تمويل الاستهلاكي البنكي بعد رقمنته. واش عاد يصرى باش نبسط للمواطن البسيط جدا؟ عاد المواطن اللي كان بكري يروح لعند الحانوت ويخير يشوف واش راح يشري، يدير اون فاكتور بروفورما، بعدها يروح للبنك وعلى مستوى البنك يدير هذيك المحاكاه لا سيمولاسيون، بعد يقعد رايح جاي، يقعد الاجراءات الاداريه وغيرها، اكيد يقعد بالتعامل مع البنك. وتلقينا يعني على بالك احنا كمؤسسه خاصه مختصه في الرقمنه اوني فليكسيبل، عندنا واحد لوريتم، دونك تلقينا نفس الشيء على مستوى البنك الوطني الجزائري. على بالك كي يكون متعامل عمومي بارفا لو بروسيس يكون ثقيل، لكن على مستوى البنك الوطني الجزائري فريق العمل وكاننا نتعامل مع مؤسسه متعدده الجنسيات، فريق عنده لا فليكسيبيليتي ديناميك، دونك لا ديسپونيبيليتي، على راسهم السيد المدير العام السيد البو محمد لامين، دونك لا بريز دو ديسيزيون اون طون ريال. يعني كانت كاين واحد إيجابية في والسرعة، سورتو سرعة التنفيذ، خلتنا أننا في ظرف قصير وقصير جدا اون في لا ديفيرسيفيكاسيون دو نو برودوي. بدينا بدار التقسيط، بعد دار التقسيط أطلقنا مؤخرا خدمات مهمة جدا ينتظر فيها الشعب الجزائري، والشعب الجزائري يعني كان عنده مشكل عن طريق هذه الخدمات مثل دار الإيجار. باش نبسط للمواطن الجزائري حب يعرف شنو هي دار الإيجار، ممكن نروحوا لدار الإيجار ودار الصناعة
الصناعه كذلك اللي احنا نتحدثوا عليها. بالنسبه للمواطن الجزائري السيده نجات، على بالنا بلي عنده تخوف جدا من الاشياء اللي ما يشوفهاش اللي ما يلمسهاش. احنا شفنا ان المواطن الجزائري لما نتحدثوا على الاي كوميرس ليس كل المواطنين عندهم استعداد تقبل التعامل ب كما قلت انت واجهه الكترونيه او تطبيق الكتروني، خاصه انه في بعض الاحيان تطبيقات وهي حقيقه تعرض خدمه لكن بعد الوصول الى النتيجه نصبها غير مطابقه او المنتوج غير مطابق لما هو موضوع على مستوى هذه التطبيقات وغيرها. بالتالي هذا اللي خلاني يعني طرحت لك الاقبال بالنسبه للمواطنين، كيفاش قدرتوا انكم تكسبوا ممكن ثقه هذا المواطن؟ سؤال مهم. على بالك حنا نعمل في إطار قوانين التجارة الإلكترونية 1805، هذه القوانين تحمي بالدرجة الأولى المستهلك الإلكتروني، وسنة هذه القوانين من أجل حماية المستهلك الإلكتروني. في بعض الأحيان بالك المستهلك الإلكتروني عنده دور أنه يتعرض إلى النصب والاحتيال. أنا نقول للمستهلك الإلكتروني قبل ما يشري من أي منصة للتجارة الإلكترونية ولا من باج على مستوى طوال التواصل الاجتماعي، يشوف هل هذه المؤسسة راها حاطة لو نيميرو تاع لوغوجيس دو كوميرس، لا كارت فيسكال، لادغيس، لو نيميرو، يتصل بهم. حنا ولله الحمد عندنا يعني سنتين من الوجود قدرنا، الأمر مهم جدا الأخ الكريم لأنك تبني علاقة ثقة بينك وبين المستهلك. حنا واش درنا؟ على بالك يقدروا يتصلوا بنا في أي وقت، لحقوا من جميع الولايات، عندنا السياج السوسيال المقر الاجتماعي على مستوى الجزائر العاصمة، وقريبا إن شاء الله سوف نتواجد في ولاية البليدة، دونك سي تان سياج ريجيونال. على بالك بلي المواطنين الجزائريين يتصلوا بنا ويقولوا لنا رانا حابين نجوا نزوروكم غير للإطمئنان، يجوا عندنا دي شارجي كليونتيل المكلفين بالزبائن، نستقبلوا لي كليون تاعنا انوتر نيفو، يشوفوا طريقة العمل، يشوفوا لوغانيزاسيون تاعنا. وثاني حاجة عندنا لو سيرفيس ابخي فونت، لحقنا وين كاين زبائن يشري علينا هو اليوم، كي يكون ساتيسفي من لا كاليتي دو سيرفيس، ساتيسفي من المعاملة، صدقني أنه تزيد الوالدة اللي هي غوتخيتي تزيد تشري من عندنا، يزيد الأخ يزيد، وقدرنا فيديليزي لو كليون هذاك إيلارجيغ نوتر بورتوفي كليونتيل. لاخاطرش علاش؟ بناء عملية الثقة بين المورد الإلكتروني والمستهلك الإلكتروني راهي عملية مهمة جدا وتتطلب اون اورغانيزاسيون اللي عندنا الحمد لله باش كونا هاد علاقة الثقة. هي علاقة مهمة جدا. بحديثك عن الثقة، الثقة بين المواطن ممكن والمتعامل والبنك فيما يخص بالصرافة الإسلامية بالدرجة الأولى. كنت سبقتي وذكرتي نقطة مهمة جدا سيدة أمينة، أنه أي خدمة جديدة أو أي منتج جديد يمر بمراحل مختلفة، من بين المراحل أنه مرحلة متعلقة بهيئة ترتبط أو مسؤولة عن الرقابة الشرعية بالنسبة لهذا المنتوج. لو تحدثنا عن هذا المجلس الذي يسهر على توافق يعني المنتوج وأحكام الشريعة الإسلامية، ماذا يمكن أن نقول؟ طبعا يعني الحمد لله البنك الوطني الجزائري عنده لجنة شرعية مكونة من ثلاثة من يعني شيوخ الجزائر وأكفائها في هذا المجال، اللي هما الشيخ أبو عبد السلام، الدكتور كمال بوزيدي، والدكتور سعيد بوزري. هاد اللجنة هي يعني لجنة اللي قامت كانت مرافقة للبنك من سنة 2017. يعني مشروع الصرافة الإسلامية هو مشروع اللي كان تقدم به البنك في 2017. اللجنة الشرعية هذه كانت توافق يعني ترافق فرق البنك اللي كانت تعمل على إخراج الصرافة الإسلامية وبداية تسويقها منذ يعني اللبنة الأولى، كانوا معنا اللجنة الشرعية. المنتوجات لي بروسيدور الاجراءات يعني كل صغيره وكبيره يعني تكون فيما يخص الصرافه الاسلاميه لازم تكون عليها الموافقه الشرعيه من قبل لجنه الرقابه الشرعيه. هذه اللجنه يعني بغير الموافقه يعني الرقابه الشرعيه اللي تقوم فيها في اطار المنتجات، هناك ايضا يعني
يعني الان كما نقولوا الريزو ديكسبلوطاسيون بالشبابيك ولا الوكالات المخصصه المتخصصه في الصرافه الاسلاميه راهي تقوم بمعاملات يعني يوميه فيما يخص الحسابات الايداع يعني كل هذه الامور لما يكون هناك يعني استفسار ولا يعني سؤال من عند من عند من عند الزبائن ولا من عند ايضا الزملاء ايضا هناك زملاء ليطرحوا اسئله فيما يخص يعني الشرعيه شرعيه المنتجات الى غير ذلك يقوم هذه اللجنه تقوم هذه اللجنه بالاجابه على هذه التساؤلات. بعد ما نمشيو للجنه وناخذوا الترخيص ديالها المطابقه الشرعيه للجنه الرقابه الشرعيه هناك ايضا لجنه متكونه على مستوى المجلس الاسلامي الاعلى لجنة الرقابة لوتوريتي شرعية ناسيونال دو لا فتوى للصناعة المالية الإسلامية. هذه اللجنة أيضا تقوم بدراسة أخرى للمنتوج وبهذا يعني هذه الدراسات تعطينا شهادة مطابقة لهذيك شهادة مطابقة اللي نمشيو بها لبنك الجزائر باش ناخذوا الترخيص على تسويق هذا المنتج. أكيد وبعدها يكون هذا المنتج متوفر في السوق الجزائرية. أكيد أنه لو هضرنا على ديار جزائر هي شراكة وتعاون، هنا شراكات أخرى ممكن مع قطاعات أخرى؟ بالتأكيد يعني المنتجات اللي راهي الآن مرقمنة لأنه يفو سافوار كو لي برودوي اللي راهم كانوا يعني موضوع عقود التنفيذية اللي تمضات مع ديار جزائر نذكرهم يعني سريعا هو دار التقسيط اللي كانت تمضى في 30 جوان 2022 بعدها دار الإعمار. دار التقسيط تخص كل ما هو أجهزة إلكترونية أثاث إلى غير ذلك. دار الإعمار تخص كل ما هو يعني في التهيئة تهيئة المنازل من مطابخ سيراميك وسيراميك صحي. أيضا هناك أيضا دار الصنعة اللي موجه للحرفيين والتجار اللي هو اقتناء معدات اللي تكون لازمة في نشاط ديالهم عن طريق المنصة الرقمية لدار الجزائر. وأيضا دار الإيجار اللي هو مخصص للأفراد ويمكنهم من تمويل إيجار يعني شقق سكنية ولا غير ذلك فيما يخص الخواص. يفو دير كو هذه المنتجات متوفرة على مستوى البنوك ومستوى الشبابيك عفوا والوكالات المخصصة وأيضا متوفر عبر المنصة الإلكترونية لديار الجزائر. يعني الشراكات تقدر تكون أيضا في عدة مجالات ماشي غير ولكن الآن البنك راهو يعمل على تطوير المنتجات الصرافة الإسلامية وأيضا عصرنتها ورقمنتها بما يتوافى ويتماشى مع متطلبات حتى من جانب القوانين. ممكن حسوا أنه كاين تسهيلات كثيرة قمتوا بها يعني كي نشوفوا بالنسبة للتأمين التكافلي يعني 5.75% ممكن راه في تفكير في تخفيض هذه النسبة هذا الشيء لصالح ممكن المتعامل فيما يخص هذه نسبتها مش ربح فيما يخص التمويلات العقارية. يعني كان هناك يعني في القانون المالية التكميلي سنة 2021 كان هناك موافقة من يعني في هذا القانون على منح الدعم فيما يخص التمويلات الإسلامية يعني باسكو هناك الآن كاين هناك دعم فيما يخص القروض الكلاسيكية. عندنا يعني نسبة الفائدة فيما يخص القروض الكلاسيكية هي بين 1-3%. كان هناك موافقة لمنح هذا الدعم أيضا بالنسبة للتمويلات الإسلامية. هذا القانون يعني هذا يعني جات في القانون التكميلي للقانون المالية 2021 رانا نحن الآن بانتظار النص التنفيذي اللي كان باش نقدروا نطبقوها على التمويلات العقارية. بالطبع صراحة تساهم كثيرا في حل أزمة السكن إلى غير ذلك. فيما يخص التأمين التكافلي كان النص التنفيذي خرج في 28 فبراير 2021. يعني الان في الساحه يعني الماليه يعني شركات التامين راهي بصدد يعني وضع لمسات الاخيره على شركتين تكافليتين وحده فيما يخص الاشخاص والاخرى فيما يخص يعني دوماج تو سكي سون سوي. ان شاء الله راح تكون يعني اكسيوني ان شاء الله قبل نهايه سنه 2022 فيما يخص التامين التكافلي ان شاء الله بحول الله تعالى. سيده نجات ممكن هكذا باختصار فيما يتعلق بدار الإعمار دار الإيجار ودار الصناعة كان ذكرت لنا بعض النقاط. سيدة أمينة بالنسبة لكم أنتم كشركة خاصة في هذا الجانب كيف ممكن هي نظرتكم لهذه النقاط المختلفة ولهذه الأنواع والأنماط المختلفة يعني للتعليم.
تبسيط للمواطن الجزائري كيفاش يقدر يستفاد منهم. بالنسبه لدار الايجار كل واحد جزائري رحب يكري دار وما عندوش لافونس عنده عن طريق المنصه الالكترونيه ديار الجزائر، وهو مشكل الجميع، وهو في بيته 24 ساعه على 24 ساعه يتصل بنا عبر المنصه وعن طريق التمويل العقاري ايجار بينا يقدروا يكريوا له عام ولا عامين وهو يخلص كل شهر. هذا للتبسيط. الامر الثاني دار الاعمار، دار الاعمار كل واحد طولوا دار ولا كرا دار وراح حاب يدير عمليه التهيئه تاعها يعاود صال دو بان يعاود دال دو سول يعاود يقدر يدخل ديار الجزائر وهو في بيته حتى تلحقوا السلعه حتى لداره. دار الصنعه امر مهم جدا، كل شاب جزائري عنده ان روجيستر دو كوميرس ولا ان دونتيست ولا حاب يدير ايكيبمون باش يافونسي في لو كوميرس ديالو يقعد ايضا في داره يتصل بديار الجزائر وبطريقه رقميه. رانا رايحين ان شاء الله يمولوا له لو كوميرس ديالو ويتطور في هذا المجال بالاضافه الى دار التقسيط. بهذه الطريقه رقمنا التمويلات البنكيه والمواطن الجزائري في بيته يقدر يستفاد بطريقه رقميه وبطريقه بسيطه جدا من دون ان يتنقل الى الوكاله البنكيه. وهذا دائما في اطار الصرافه الاسلاميه ورقمنتها. اكيد نشكركم انكم حاضرين معنا في هذا الصباح، الى مواعيد اخرى بحول الله تعالى. دائما الحديث في هذا النمط المالي ومن التعاملات الماليه. الى نشره الاخبار نتواصل. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بداية وفي الرياضة، وضمن ألعاب التضامن الإسلامي 2022 بقونيا التركية، حصيلة مشرفة للجزائر أمس من خلال رياضيين، وحصيلة الميداليات لحد الآن 4 ميداليات ذهبية، 5 فضيات و7 برونزيات في مختلف التخصصات، إضافة إلى تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 23 سنة للمربع الذهبي. عبد العزيز بن سالم يلخص لنا حصاد الجزائر من الميداليات ضمن منافسات أمس. يوم حافل للرياضة الجزائرية في ألعاب التضامن الإسلامية، حيث حصدت 10 ميداليات من المعادن الثلاث. الكرة الحديدية والرافل منحوا الجزائر 3 ميداليات ذهبية كاملة عبر البطلتين لاميا عيسيوي وشهرزاد شيباني في نهائي الزوجي في اختصاص الرافل. علينا هذا التتويج بالميدالية الذهبية لأول مرة في تاريخ رافا الجزائرية اختصاص زوجي عيسيوي لاميا وشيباني شهرزاد، ميدالية ذهبية نهدوها كاع للشعب الجزائري في كل مكان إن شاء الله. في الرافل دائما سار البطلان نسيمة بوكرنافة وطارق الزكيري على نفس النهج، وأحرزا الذهب في الزوج المختلط بعد فوزهما على منافسيهما التركيين. وواصلت الرياضة الجزائرية تألقها بذهبية ثالثة عبر محمد مختار في الكرة الحديدية وتحديدا في الرمي بالدقة. أما الفضية فكانت من نصيب محمد بن سليم في الرمي بالدقة وسيليا أفناي في ذات الاختصاص عند السيدات، وكاميليا قدور في الرمي بالدقة والثنائي المختلط سيليا أفناي ومحمد شعشعة في الكرة الحديدية. وفي ألعاب القوى نال منتخب التتابع 4 في 400 متر فضية السباق، بينما حصد العداء سليم قدار الميدالية البرونزية في سباق 1500 متر. وفي كرة القدم ضمن منتخبنا تواجده في المربع الذهبي بعد تعادله أمام تركيا بهدف لمثله ليواجه الخضر في الدور نصف النهائي منتخب السعودية يوم الأحد المقبل. في نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، تم تسجيل موجة حر قد تصل إلى 46 درجة بالولايات الغربية والوسطى للوطن اليوم وغدا الأحد، وستمس موجة الحر التي وضعت في مستوى يقظة برتقالي الولايات التالية.
عين تيموشنت، وهران، مستغانم، تيبازا، الجزائر العاصمة وبومرداس، حيث ستتراوح الحرارة ما بين 40 إلى 42 درجة. كما تخص النشرية أيضا ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، أشلف وعين دفلة، حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 44 إلى 46 درجة. دوليا الآن، وفي الشأن الفلسطيني، أصيب 4 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني بالضفة الغربية البيرة والخليل، وذلك في مظاهرات منددة بالعدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني الأعزل وكذا سياسة الاستيطان الصهيوني. هذا واستشهد أمس شاب فلسطيني من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة متأثرا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى 49 شهيدا. في شأن الصحراوي، شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي المتمركزة بجدار الذل والعار بمنطقتي أعكد أركان والعرية بقطاع المحبس، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. كما استهدفت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قوات الاحتلال المغربي بقطاع أوسرد وبمناطق كلب النص وسطيلة ولد بواكر، حسب بيان عسكري لوزارة الدفاع الصحراوية. في العراق، انسداد سياسي متواصل رافقته مخاوف جمة من صدام جماهيري على الأرض، وهذا بعد خروج حشود من أنصار الإطار التنسيقي الحاكم إلى الميدان واعتصامهم أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء غير بعيد عن مقر البرلمان الذي يحتله أنصار الصدر. وفي السياق، دعا مسؤولون في الإطار التنسيقي إلى رفع التجميد عن عمل مجلس النواب وتجاوز القيود المفروضة على الحكومة، وهو ما يرفضه التيار الصدري الذي يصر على حل البرلمان وانتخاب رئيس حكومة جديد. في تطورات الوضع بأوكرانيا، حذر مدير وكالة الطاقة الذرية خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي من عواقب وخيمة للأنشطة العسكرية قرب مدينة زاباروجيا بعد تأكيدات من تضرر المحطة النووية الواقعة بالمنطقة. ميدانيا، شنت القوات الروسية غارات جوية أمس على مدينة كراماتسورك في دونباس ودمرت مراكز قيادة محلية أوكرانية، وهذا في الوقت الذي يتواصل فيه خروج سفن محملة بشحنات من حبوب الذرة والقمح من موانئ أوكرانية تجاه مرافق تجارية عالمية. بهذا نصل إلى ختام موعدنا الإخباري، أعود لألقاكم على رأس الساعة بإذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم.
هذه الجولة السياحية مع اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر دائما أقرب. صالح الجمارك تسهر على تقديم كافة التسهيلات الجمركية. حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة. المرأة الجمركية أثبتت وجودها في أرض الميدان. أعوان الجمارك بيقظتهم واحترافيتهم وجاهزيتهم يتصدون لمثل هذه السلوكات التي تنخر الاقتصاد الوطني. نتحلى بالجاهزية. الجمارك عين الرقيب على القناة الإخبارية. ذكرى 60 لعيد الاستقلال والشباب، القناة الإخبارية للتلفزيون الجزائري أعدت مجموعة من الأعمال الوثائقية والرفورتاجات المطولة لإبراز أهم الإنجازات في عديد القطاعات السيادية في الجزائر، إبراز مدى تطورها وتقدمها عبر السنوات. هذه الإنجازات تعرض عليكم يوميا من خلال هذه الأعمال على شاشة القناة الإخبارية للتلفزيون الجزائري الذي يواكب أفراح الجزائر. التلفزيون الجزائري، صورة الجزائر.
التلفزيون الجزائري الذي دائما يواكب أفراح الجزائر، ومن خلال هذا الصباح أكيد نواكب الحدث ونواكب مختلف ما يميز الأسبوع في مختلف المجالات بما فيها مجال الثقافة كذلك. تحية صباحية مجددة لكل من التحق بنا اللحظة، ويبقى وينا إلى غاية نهاية عمر هذا المباشر 11:00 بتوقيت الجزائر عبر الإخبارية وعبر الصفحة الرسمية للتلفزيون الجزائري على الوسيط الاجتماعي الفيسبوك. نفتح وإياكم نافذة ثقافية بامتياز عبر هذا البرنامج الخدماتي الصباحي الإخباري عبر الإخبارية. وبداية الحديث الثقافي هذا الصباح ستكون من خلال الحديث عن المهرجان الثقافي الوطني لموسيقى وأغنية الشعبي الذي يختتم اليوم على مستوى ديوان رياض الفتح، أين يعيش عشاق أغنية الشعبي سهرات مع هذا المهرجان من خلال برنامج فني متميز تميز هذا المهرجان. حفل فني تكريمي للفنان محبوبتي نعيشه وإياكم من خلال هذه أقول التغطية للزميلة ليندا مكي. سهرة فنية متنوعة قدمتها أسماء متألقة في الطابع الشعبي تكريما للمطرب المرحوم محبوبتي الذي أبدع في مهرجانات وطنية وكان سفيرا للأغنية الشعبية. كما نقولوا حنايا الشعبي ربي وفيه القصائد الدينيه فيه الشعر فيه الاخر، دونك الشعبي حاجه عظيمه. شغوفين نتاع الفن الشعبي، نضنا في الفن الشعبي، هو يعني كبرنا فيه عائله تاع شعبي وقعدنا فيه، وهذا يعتبر يعني جزء من الشخصيه الجزائريه. محبوب باتي أسطورة الأغنية الجزائرية الشعبية، ألف ولحن العديد من الأغاني ليصنع اليوم جيلا من الفنانين. محبوبتي معروف يعني عطاء من الألحان يعني ما كاش مثيلهم، ودار كيما نقولوا دار اونيكول، دار قرايه مدرسه اللي خوين خرج فيها قروابي وخرج فيها شعو وخرج فيها بجمع العنقيس، وهادو كامل غناو له وحوايج اللي ما يفناوش. شعبي كاين عنده كلام ثقيل ثقيل ثقيل، يجي سي محبوبتي رحمه الله يعطي للشعبي واحد الطابع اخر جديد اللي يحبوه الشباب، وجلب له كثير من الشبان اللي عن طريق هذه الاغاني الصغيره اللي كان يخدمها ولاو يحبوا القصيد ويتعمقوا في القصيد. باش هذا اللي نشرف نكرموه كيما نقولوا حنا باش ما نساواش وما ينساواش الاجيال اللي راهم جايين. واش نقول لك، محبوب خدم حوايج خارقين للعاده وعطى سماوات تقريب كامل المغنيين تاع الجزائر تاع الجزائر. واليوم احنا في الجزائر الحمد لله نفتخر ان الملحون جزائري ولد في الجزائر ويعني انتشر عبر ربوع المغرب العربي، فاليوم لابد ان الاعتناء بهذه الشباب. اليوم هدفنا مش ايصال القصيده الى الشباب، اليوم لابد من جلب الشباب الى القصيد. راح الغالي راح، نفسي ونمو لها وغيرها من الروائع يرددها كل لسان ذواق، تتغنى بها كل الأجيال لتبقى خالدة في ذاكرة الفن الجزائري. خالدة في ذاكرة الفن الجزائري ويعشقها الكبير والصغير، هي روائع هذا الفنان الذي رحل عنا لكن يبقى دائما من خلال إبداعاته ومن خلال ما قدمه للفن الجزائري. في هذا التكريم لمحبوبتي شكرا للزميلة ليندا مكي على هذه التغطية. هي أكيد الحياة الثقافية التي تعرف هذه الفترة من السنة حركية كبيرة في مختلف المجالات ولمختلف شرائح المجتمع بما فيها شريحة البراءة والأطفال بالدرجة الأولى. للحديث عن النشاطات أقول الثقافية بالنسبة للأطفال يحضر معنا السيد شداد بزيغ مدير فرعي للطويرية الفنون وفنون العرض بوزارة الثقافة والفنون. أهلا بك سيد الكريم وصباح الخير.
شكرا وشكرا للتلفزيون على المرافقة الإعلامية لوزارة الثقافة ولكل الأنشطة التي تقام والتي أقيمت خلال هذه السنة. أكيد نعيش ووزارة الثقافة والفنون حركية كبيرة في جانب الثقافة بشتى أنواعها بشتى أطيافها، كذلك على مستوى مختلف الأصرحة الثقافية التابعة لوزارة الثقافة والفنون من خلال مؤسساتها المختلفة. كذلك أكيد أن وزارة الثقافة والفنون تولي اهتمام كبير بالطفل، وهذا من خلال برامجها من خلال ما تقدمه للطفل الجزائري مؤخرا، وفقط خلال هذه أقول السنة تم توقيع اتفاقية مع الهيئة الوطنية لترقية وحماية الطفولة، أكيد هي لصالح الطفل بنقاط مختلفة ببنود مختلفة كذلك. نبدأ بالاتفاقية، بنود الاتفاقية التي تسهر وزارة الثقافة باللجنة المشتركة مع هذه الهيئة على تطبيق بنود هذه الاتفاقية. نعرف أن الثقافة هي حق دستوري مكتسب، الطفل هو ضمن اهتمامات وزارة الثقافة من خلال تطوير الذائقة الفنية من خلال مسرح سينما فنون تشكيلية وباقي الفنون الأخرى ضمن مخطط العمل الحكومة وضمن توجيهات السيدة وزيرة الثقافة والفنون. الطفل يعد حلقة مهمة في الثقافة، ثقافة الطفل ليست كالثقافة الموجهة كالنشاط الثقافي الموجه للكبار. نحن قبل التطرق إلى الاتفاقية التي تمت ما بين المفوضية، نقول برنامج وزارة الثقافة مع عدة هيئات مع كعمل جواري وجدت ظلتها في هذا العمل المشترك، لانه ثقافه الطفل هي مهمه عده قطاعات وزاريه بما فيها الاتصال الذي يرافقنا في كل الانشطه، وبالاضافه الى وزاره العدل، بالاضافه الى وزاره التربيه اللي فيها ايضا اتفاقيه من هذا القبيل. نرجع الى المفوضيه وبنود الاتفاقيه التي تسهر اللجنه على تطبيقها، هو حق الثقافة في الحق الثقافة للطفل من خلال الأنشطة، سواء تعلق الأمر للفئة العمرية الفئة العمرية اليافعة أو الصغار، لأنه الفعل الثقافي صعب جدا أنه نقول ما هي السيناريوهات التي تكتب للطفل. علم النفس البيداغوجي زملائنا في وزارة التربية يعتبرون هذه الفنون هي نشاطات لا صفية. نحن في برنامج وزارة الثقافة تم الاعتناء بهذا الشق، سواء تعلق بالمطالعة العمومية، ونطرق مثلا إلى المعرض الدولي للكتاب الذي كان له نصيب كبير موجه للأطفال، للرواية الموجهة القصة الموجهة للأطفال مثلا، إلى الحكواتي. كل هذه الأمور تضيف قيمة مضافة إلى العمل الثقافي بصفة عامة. بصفة عامة أكيد سيدي الكريم، وتم تنصيب لجنة مشتركة بين الوزراء الوصية وكذا هذه الهيئة الوطنية التي تعنى بتنظيم نشاطات ثقافية مشتركة، تكثيف برامج الطفل وكذا تمكين أطفال ذوي الهمم من الولوج إلى فضاءات الثقافية بشكل عام، بينها قاعات المطالعة العمومية كذلك. أكيد أنه خلال هذه السنة الطفل كان له نصيب من البرنامج الثقافي المسطر من طرف وزارة الثقافة والفنون. لو تحدثنا عن البرنامج السنوي بشكل عام، أين هو محل الطفل من هذا البرنامج؟ البرنامج الموجه للأطفال بصفة عامة، والأطفال له حيز كبير ضمن نبدأ مثلا بالتشريع القانوني الذي يعنى أيضا بالطفل. كل ما كان هناك تشريع قانوني جديد سواء تعلق بالسينما أو بالمسرح إلا وهناك شق متعلق بالأطفال، كتطوير الذائقة الفنية الموجهة للتطوير الذائقة الفنية التي يسهر عليها المسرح المسارح الجهوية أو سواء المسرح الوطني، من خلال دفتر الشروط الذي يوجب على المسرح إنتاج عمل مسرحي موجه لفئة الأطفال، أو إشراك
الأطفال في بعض الورشات المصاحبة لمسرح الدوما والمسرح العرائس. بالنسبة إلى المهرجانات أيضا، في كل المهرجانات هناك خلال رزنامة المهرجانات أو لا يكفينا التطرق إلى كل هذه المهرجانات، في كل مهرجان إلا وهناك اعتناء لفئة الأطفال. كي نقول فئة الأطفال هناك حتى لليافعين، اليافعين هي المرحلة العمرية القريبة اللي اعتنت بها وزارة الثقافة من خلال التشريع الجديد اللي هو أيضا عمل مشترك ما بين وزارة الثقافة والبكالوريا الفنية. الأطفال أيضا من خلال الاعتناء أيضا بذوي الهمم، أشرت النقطة مهمة، نحن نراعي في كل إنجازات منشآت وزارة الثقافة هذه الفئة التي هي شريحة نقول ما نقولش ضعيفة، وإن كان هو حلقة يجب الاهتمام بها. أكيد. كنت ذكرت سيدي الكريم أنه على هامش مختلف النشاطات الثقافية المنظمة من طرف وزارة الثقافة والفنون عبر مؤسساتها المختلفة، نلاحظ أنه الطفل دائما متواجد على مستوى هذه البرامج، حتى وإن كان برنامج نوعا ما موجه للعامة من أو الجمهور العريض أو العامة من الناس. على سبيل المثال معرض الكتاب سيلة لهذه السنة، نلاحظ أنه كتاب الطفل كان حاضرا من جهة، ومن جهة أخرى تخلل هذا المعرض وبالموازات على هامش البرنامج اليومي للمعرض. كان هناك برنامج خاص بالطفل، برنامج تربوي خاص بالطفل بدرجة كبيرة. من خلال الانطلاق من الملاحظة اللي أسديتها الآن، هو الطفل أيضا هو محل نقول هو محل مرافقة من طرف وزارة الثقافة، سواء في الصالون الدولي للكتاب الذي تزامن مع العطلة الربيعية. احنا كل نشاطاتنا رزنامة وضع الرزنامة هذه وفق العطلة الصيفية ولا العطلة الربيعية. الطفل جمهور الغد بالطبع سيكون هو الطفل، مبدع الغد سيكون هو الطفل. إذن إشراك الطفل في كل هذه الأنشطة الثقافية والفعاليات هو أمر مهم. نسعى إلى استرجاع، صار مثلا مؤخرا عزوف عن قاعة السينما ولا المسارح ولا مرتدي. الآن الذين يصطحبون الأولياء هم الأطفال. الأطفال هي شريحة مهمة التي نراهن عليها كجمهور الغد. بالفعل أكيد. فإذا كانت يعني تنشئة الطفل هي تنشئة ثقافية سليمة، سأكيد يكون غدا أب أو أم أو فاعل في هذا المجتمع سوي الثقافة ومتشبع بالثقافة والأصالة الجزائرية كذلك. تحدثتم سيدي الكريم عن المسرح، عن السينما. بالنسبة للمسرح كنتم قد أشرتم إلى أنه من بين التعليمات المقدمة للمسارح الجهوية بشكل عام والمسرح الوطني كذلك، أنه دائما يجب إدراج عمل مسرحي فني موجه للطفل من خلال البرامج السنوية الخاصة بالإنتاجات. بالنسبة للسينما، كيف يمكن أو ماذا يمكن أن نقول عن السينما والطفل اليوم؟ السينما الموجهة للطفل، وإن كان شح في الإنتاجات الموجهة للطفل، ربما يعود الأمر إلى السيناريوهات التي تكتب للطفل، ولا الإشكالية اللي نراها الآن من يكتب للطفل وماذا نكتب للطفل. لكن مع ذلك هناك إنتاجات رائعة موجهة للأطفال تحتاج ربما إلى ترويج فقط في قاعات السينما. سنعود أستاذ لو تسمح لي إلى هذه النقطة، سنفصل فيها أكثر، فنربط الاتصال مباشرة بملعب التنس بباج جراح، أين تتواجد زميلة لبنى بورويس في إطار كأس دايفيس للمجموعة الثالثة منطقة إفريقيا التي تختتم اليوم. صباح الخير لبنى، كيف الأحوال على مستوى هذا الملعب وكيف هي أحوال المنافسة؟
إذا نعم، صباح الخير زميلي يوسف، صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام، دائما متواجدون بميدان التنس ببنج الراحة الذي يحتضن منافسات كأس دايفيز للتنس في يومها الأخير. اليوم سيزدل الستار عن هذه المنافسة بعدما دامت 4 أيام شهدت مشاركة 8 فرق عرفت مستوى عالي بين المنتخبات المشاركة. فيما يخص البرنامج، المنتخب الوطني اليوم سيواجه المنتخب الموزمبيقي، هناك مقابلتين في الفرد ومقابلة حسب الفرق التي ستكون مساء اليوم. المقابلة الأولى هي بين الجزائري توفيق سحتالي أمام الموزمبيقي جوزيكا سيامو والتي انطلقت منذ قليل، أما المقابلة الثانية ستكون بين حمزة رقيق وهيرسيليو رافائيل بعد حوالي 2 ساعة من الآن. في المساء ستكون المقابلة الثالثة والتي ستكون حسب الفرق بين الثنائي الجزائري محمد أمين عيسى وريان غدميس أمام كل من جوزيفا سيامو وجايم سيغاغا. الأكيد أن المنتخب الوطني في هذه البطولة حقق الهدف المسطر وهو البقاء في المجموعة الثالثة من هذه المنافسة، إضافة إلى اكتساب خبرة والاحتكاك العالي بالمستوى الإفريقي التي ستمكنه من التحضير الجيد للاستحقاقات القادمة. المزيد من التفاصيل أكيد سنتابعها في النشرات الإخبارية القادمة. بحمد الله تعالى لبنى، شكرا لك على هذه التفاصيل في تغطية مباشرة أكيد لهذا الصباح من ملعب التنس ببنج جراح في إطار تغطية كأس دايفيز التي تختتم اليوم. وكما سبق وذكرت لبنى أنه راح تكون هناك تغطية من خلال النشرات اللاحقة بحول الله تعالى، ومتابعة المباريات تكون على المباشر عبر القناة 6 الشبابية للتلفزيون الجزائري. نبقى دائما في كل ما هو ثقافة قبل أن نرحل إلى هذا الربط المباشر فيما يتعلق بالجانب الرياضي. نعود إلى الجانب الثقافي لنتحدث، كنا قد ذكرنا نقاط متعلقة بالمسرح، نقاط متعلقة بالسينما، ممكن هل هناك إضافة في السينما أو نرحل إلى نقطة أخرى؟ قبل الرحيل إلى النقطة الأخرى في السينما، نتكلم على السينما والطفل محليا. الطفل أيضا يستفيد، واستفاد مؤخرا الأطفال من زيارة ميدانية إلى المدينة السينمائية بالعاشور. هي مدينة فيها عدة أشياء متعلقة سواء بالألبسة والسينوغرافيا، وهناك أشياء متعلقة بالديكور الأفلام التي تم إنجازها. هي فيها زيارة بالإضافة إلى مرافقة موسيقية، ووضع الطفل في هذا الجو أنه ما يتم مشاهدته عن طريق الشاشة التلفزيون أو السينما. الآن أنت ضمن هذا المشهد ننتقل إلى السينما العالمية، وحق الطفل في مشاهدة أفلام. عندنا على مستوى وزارة الثقافة لجنة مشاهدة الأفلام تسهر على منح رخص للمنتجين الخواص من أجل استيراد أفلام جديدة، الحق للطفل من أجل مواكبة جميع الأفلام التي تحقق نسبة كبيرة من شباك التذاكر. أيضا فيه مواكبة عالمية لهذه الأفلام الموجهة للطفل. بالتالي خلوا أن الطفل اليوم يعيش السينما هنا في الجزائر أو خارج الجزائر من خلال مشاهدة هذه الاتجاهات السينمائية العالمية، وجعله لما لا من عشاق الفن السابع كذلك. لو نتحدث عن موسم الاصطياف، أكيد أن وزارة الشباب أقول الثقافة والفنون كانت قد صدرت برنامجا ثريا جدا ثقافيا يمكن أن نقول فيما يتعلق بموسم الاصطياف. فعلا تم تصدير برنامج ثقافي مهم طبقا لكلمة السيدة وزير الثقافة والفنون التي تسهر على العمل الجواري. هي نقطة مهمة، هي العمل الجواري المتعلق بالأطفال. تم تصدير برنامج من سبعة إلى 15 أوت، هو برنامج متنوع، برنامج متنوع بتنوع تلك المؤسسات التي تسهر، مؤسسات تحت وصاية وزارة الثقافة، نذكر منها السينمائية مثلا، المركز الوطني
للسينما والسمع البصري، سينيماتيك الجزائر، أوبرا الجزائر التي احتضنت هي أيضا عملين مسرحيين لأول مرة، عملين مسرحيين متوجين هو للمسرح الجهوي سوغهراس والمسرح الجهوي العلمة، بالإضافة إلى العروض السينمائية التي كانت تقام بديوان رياض الفتح، كانت تقام أيضا ابتداء من الساعة الثامنة مساء بقصر الثقافة مفدي زكريا، أفلام منتقات موجهة للأطفال وفق الفئة العمرية التي أعد لها هذا البرنامج. هناك أيضا بالإضافة إلى الأعمال هناك أيضا بعد ترفيهي، لأنه نحن نعرف أننا في عطلة، وأيضا تزامن هذا البرنامج مع تقديم مع انتهاء من 7 إلى 15، كان متعمد ذلك لأنه هو عبارة عن تسليم كشوف نقاط تلاميذ في مختلف الأطوار. أيضا نعرف أن كل الأطفال يصطحبون الكبار، قلت نقطة مهمة أيضا أنه مراعاة أنه العمل هذا أو الإنتاج النشاط الثقافي يكون موجه أيضا حتى للكبار. هو بالدرجة الأولى الطفل له اهتمام كبير من قبل وزارة الثقافة والفنون، أكيد ما نراه في فترة عطلة موسم اصطياف، هناك من الأطفال من هم يعني قاطنين على مستوى الولايات الساحلية، عندهم برنامج ممكن على مستوى العائلة، برنامج على مستوى ما تستطيعه وزارة الثقافة والفنون. هناك أيضا في إطار دائما عطلة الصيف وموسم الاصطياف في إطار البرنامج، هناك برنامج مخصص لأبناء الجنوب من يأتون في زيارات كذلك للولايات الساحلية. نعم، بالنسبة للبرنامج الذي استفاد منه أبناء الجنوب، استفاد أبناء الجنوب ليس لأن هناك شح في المرافق، وإنما هي استغلال فرصة زيارتهم للجزائر العاصمة التي هي تستقطب عدة ولايات. تم استقباله من طرف السيدة وزير الثقافة والفنون حتى في مكتبها، وأيضا رافقتهم أيضا إلى قصر الثقافة الذي احتضن نشاطات ثقافية مهمة على مستوى وزارة الثقافة، سواء تعلق بالسينما أو ألعاب القفة أو حتى هناك عمل نشاط رائع هو علمي في طابع تسلية اللي هو المجرة أو قولوا القبة السماوية، هي عرض متكامل علمي ثقافي. دائما هذا يكون في إطار البرنامج المسطر لهذا الأطفال، أطفال الجنوب من يأتون كما سبق وقلت سيد الكريم إلى الجزائر العاصمة، ليس لنقص الممكن المرافق الثقافية على مستوى ولايتهم، وإنما في إطار دائما التبادل، في إطار أيضا جعل لمن العطلة أكثر مرحا وأكثر محتوى فيما يتعلق بما هو الثقافي. سنبقى دائما مع الأطفال وسنرحل إلى ولاية وهران بالتحديد. ولاية وهران أيضا التي تعرف استقطاب كبير للسياح الجزائريين وللأطفال الجزائريين وكذلك لأطفال جمهورية الصحراء الغربية لقضاء العطلة الصيفية. في مباشر من شاطئ الأندلس معنا الزميل سليم هواري، قول لك صباح الخير سليم، وكيف أحوال موسم الاصطياف هناك؟ أسعد الله صباحكم زملائي على مستوى الاستوديو المركزي بالعاصمة، تحية صباحية أيضا لضيوفكم الأكارم ولمشاهدين الأفاضل، نحييكم من هنا من الباهية وهران وبالضبط من المركب السياحي أقول الأندلسيات، من أجل رصد أبرز الميزات التي يتميز بها هذا الموسم الاصطيافي الاستثنائي بالباهية وهران، وكذا النهضة السياحية التي أضحت علامة مسجلة بالنسبة لعاصمة الغرب الجزائري في الآونة الأخيرة بالنظر إلى المقومات السياحية، وكذا المزارات السياحية التي تميز هذه الولاية، وكذا الحدث اليوم تزامن مع استقبال وفد سياحي من جمهورية الصحراوية الغربية
والتي فضلت أن تقضي العطلة الصيفية هنا من خلال أيضا الجهود الجبارة التي بذلتها مديرية السياحة والصناعة التقليدية بالتنسيق مع مديرية الشبيبة والرياضة لولاية وهران. ولإثراء حيثية هذا الحدث يحضر معي السيد مرابط محفوظ رئيس الوفد الصحراوي. سيدي أهلا وسهلا بك، مرحبا بكم في بلدكم الثاني الجزائر. مرحبا بك في بلدي الثاني وافتخر أنني في الجزائر. سيدي من فضلك، هي زيارة تؤكد العلاقة الوطيدة ما بين الجانبين الجزائري والصحراوي، ما هي المميزات أو الأجواء التي اكتشفتمونها هنا منذ حلولكم بالجزائر إلى غاية اللحظة؟ المخيم كنا في عيون ترك في وهران في متوسطة طباق جلول، كان البرنامج سهل، البرنامج الصيفي صباحا البرنامج الدراري يفطروا ويروحوا للسباحة ويجوا وتكون وجبة الغداء ومن بعد يرتاحوا، والعشية نروحوا نحوسوا في بلايص نشوفوا بلايص مليحة ومن بعد يجوا، ويكون عندنا بعد العشاء برنامج ترفيهي تنشيطي أجواء الأطفال. والحمد لله أن اليوم 25 يوم رانا الحمد لله في بلدنا الثاني ورانا مرتاحين والأطفال فرحانين. نعم نعانوا من الاستعمار ولكن هون مرتاحين. يعد الحدث أيضا فرصة سانحة لتأكيد وتشديد الروابط ما بين الجانبين الجزائري والصحراوي، خاصة فيما يتعلق بالجانب السياحي وكذا فيما يخص الصناعات التقليدية، خاصة وأن اليوم هنالك في البرنامج المسطر هنالك أيضا معرض للصناعة التقليدية للجانبين. نشكر والي ولاية وهران اليوم ونشكر مديرية السياحة على استدعائنا اليوم، إنين جينا هون للبرنامج وأعطونا جانب، لأنه هون معرض تبادل الثقافات، لأن كل مجتمع اللي بين المجتمع هو ثقافته، ونحن اليوم معطينا زاوية في المعرض ورانا دايرين فيه مبينين فيها الثقافة الصحراوية مع إخواننا الجزائريين حتى هما كلها ثقافته، والحمد لله رانا متواجد المعرض الصحراوي وسط المعارض اللي راه في الجناح اللي مدير للمعرض. كيف وجدتم الإمكانيات التي وفرتها المديرية مديرية السياحة على مستوى ولاية وهران؟ الأجواء زينة، رانا الحمد لله نحضروا لزيارة الوالي، ومن بعد إن شاء الله تركه راهم مجدين لهم بعد وجبة الغداء يمشوا يتبحروا. ومن هذا المنبر أشكر الجزائر شعبا وحكومة وجيشا، وأفتخر أنني في الجزائر بلد المليون ونصف المليون من الشهداء. شكرا جزيلا لك. شكرا. محفوظ مرابط، كنت معنا على المباشر، شكرا جزيلا لك. ويرافقني أيضا من خلال هذا المباشر السيد مدير السياحة والصناعة التقليدية سيد قايم بالعباس. سيدي أهلا وسهلا بك. أهلا بكم، نشكركم على هذه الالتفاتة وعلى هذا التحضير لاحتضان تظاهرة استضافة الوفد من الجمهورية الصحراوية الغربية الشقيقة على مستوى ولاية وهران، على مستوى بالضبط مركب السياحي الأندلسية. شكرا. بداية ما هي فقرات في إطار تنشيط موسم الاستياف لسنة 2022 على مستوى ولاية وهران؟ ارتأت السلطات المحلية وعلى رأسها السيد والي ولاية وهران تحت إشراف أكيد مديرية السياحة والصناعة التقليدية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لولاية وهران، استضافة الوفد القادم كمستافين لقضاء العطلة الصيفية لسنة 2022 على مستوى ولاية وهران. في هذا الإطار تم إعداد نشاط ثقافي، نشاط يتضمن كل إظهار وإبراز كل مقومات السياحة، مقومات السياحية وكذلك المقومات الصناعة التقليدية والثقافة من خلال المعرض للصناعة التقليدية الموجود حاليا على مستوى المركب السياحي للأندلس، في إطار التنسيق الدائم ما بين الأشقاء من الصحراء من الجمهورية الصحراوية الغربية لإبراز المقومات الثقافية ومقومات الصناعة التقليدية وكذلك كل ما يتعلق بالتراث ما بين البلدين. كيف حضرتم أيضا لاستقبال المصطافين أقول، خاصة وأن وهران تعيش موسم اصطياف استثنائي بالنظر إلى الأحداث التي صاحبت هذا الموسم، أحداث رياضية وثقافية وفنية؟
نعم اكيد احنا انطلاقا من انتهاء العاب البحر الابيض المتوسط الحمد لله التي كانت ناجحه بنسبه 100%، حضرنا على هامش هذه الالعاب تحضيرات الموسم الاصطياف لسنه 2022 من خلال اعداد كل التجهيزات وكل التنظيمات، لا سيما في الشق الاطعام السياحي، في شق الايواء والفندقه، في شق المسارات السياحيه، في شق التظاهرات والنشاطات الصناعه التقليديه، بالاضافه الى السهرات الفنيه، البرنامج الثري المتنوع من ثقافه، من سهرات فنيه على مستوى كل بلديه الولايه خاصه منها الشاطئيه، البرنامج الرياضي والشباني، كلها ضمت وكلها شملت نشاطات موسم اصطياف 2022. هل من مشاريع خاصه بالاستثمار السياحي وكذا التكوين الفندقي والتكوين وكذا المنشات الفندقيه الى جانب الصناعات التقليديه؟ نعم أكيد، هو برنامج عمل كنا نعمل عليه تقريبا لمدة سنوات، اللي هو حاليا الحمد لله في طور الإنجاز، تقريبا 196 مؤسسة فندقية في حيز الاستقلال بقدرة إيواء تقدر ب 20,000 سرير، بالإضافة إلى مخطط تنويع المشاريع السياحية والشبه السياحية، استغلال الحظائر المائية، التنويع في التركيبات السياحية والمسارات السياحية، إبراز المقومات والمعالم التاريخية والسياحية والثقافية الموجودة على مستويات وهران، بالإضافة إلى المشاريع التي تدخل حيز الاستغلال تدريجيا. في السداسي الأول من سنة 2022 استلمنا تقريبا 9 مؤسسات فندقية بطاقة إيواء تقدر ب 1137 سرير، بالإضافة إلى وجود عدة مشاريع في طور الإنجاز، 208 مشروع حيز الاستغلال، بالإضافة إلى الاستثمار في الموارد البشرية هو المؤشر الإيجابي على مستوى وهران. في إطار الإيجابيات أو النقطة الإيجابية منه هو امتصاص البطالة وكذلك عرض فرص العمل في سوق الفندقة وكذلك في سوق الفندقة وكذلك في سوق السياحة والأسفار. سيد قايم بالعباس مدير السياحة لولاية وهران، كنت معنا على المباشر، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، بارك الله فيك. إذن كانت هذه هي مواصفات ومميزات موسم الاصطياف الفريد من نوعه الذي تعيشه مدينة الباهية وهران، وهي مؤشرات خاصة مع الحدث وهو استقبال وفد سياحي للجمهورية الصحراوية، وهي كلها مؤشرات تؤكد بأن الجزائر تعد منارة سياحية واعدة وبامتياز بالنظر إلى كل الإمكانيات التي وفرتها الدولة لهذا القطاع. بالفعل سليم، شكرا لك على هذه المعلومات المختلفة التي أفدتنا بها فيما يتعلق باستقبال وفد من جمهورية الصحراء الغربية لقضاء العطلة الصيفية على مستوى شاطئ الأندلس، وهذا بولاية وهران. ونعود إلى البلاتو هذا الصباح. ممكن في الختام سيدي الكريم، ولاية بازا أيضا تعيش الحدث الثقافي من خلال واحد من مركباتها الثقافية المتواجدة على مستوى هذه الولاية. من خلال هذا الفيتيار الذي تنقلنا إلى ولاية ساحلية، أنا نقول المدينة التي هي التي تشتغل مرافقها سواء تعلق بالمدينة أو بشاطئها. ولاية تيبازا عن طريق المركب الثقافي شينوا عبد الوهاب سليم مثل اسم مراسلكم الذي نحييه أيضا، مركب عبد الوهاب سليم احتضن نشاطات ثقافية جميلة أيضا، بالإضافة إلى الاختتام أيضا سيكون هناك، نستغل اليومين اللذين تبقيا من أجل دعوة كل العائلات لاصطحاب أبنائها للاستفادة من هذه الأنشطة الثقافية. ونشكركم أيضا على المرافقة الإعلامية والتلفزيون الجزائري بصفة خاصة. يعطيك الصحة، شكرا لك سيد شداد بزيق مدير فرعي لتطوير الفنون والفنون العرض أقول بوزارة الثقافة والفنون، على حضورك وإيانا في هذا الصباح وعن هذا الحديث الشيق عن ما يتعلق بمجال الثقافة والطفل، كذلك لما وعد أخرى. شكرا، بحول الله تعالى، ودمتم دائما في خدمة الثقافة وخدمة الطفولة بشكل خاص، والتلفزيون الجزائري دائما هو من يرافق
وزارة الثقافة في مختلف محافلها الثقافية بشكل عام. ودائما التلفزيون الجزائري يبقى صورة الجزائر ومن خلاله نعيش أفراح الجزائر كذلك. من يصنعون أفراح الجزائر هم من يجعلون الراية الوطنية ترفرف عاليا في مختلف المحافل المحلية والدولية خاصة الرياضية، منها نعيش وإياكم في نجم تحت المجهر. هذا الصباح واحد من نجوم الرياضة الجزائرية وبالتحديد رياضة كرة السلة. نتعرف عن صديق التواتي في هذا الحوار الخاص. خارط مع الفريق تاع الحي تاعنا باش جراح، يعني ميزون جان با جراح ام جي بي في هذاك الوقت، ومن بعد يعني جانا الاتصال من فريق المجمع البترولي من سنة 2008 بديت المشوار تاعي مع الفريق. من حيث الألقاب يعني مع الفريق المجمع البترولي حزنا على العديد من الألقاب، بداية من سنة يعني 2008 حزنا على الثنائية، يعني عندي حوالي 8 ولا 9 ثنائيات، يعني جينيرال 21 22 لقب يعني بين كأس الجمهورية والبطولة الوطنية. هو اللي سبقني يعني رياضة كرة السلة، وهو اللي خداني لهذه الرياضة، وكي تكون يعني مشاكل في الرياضة ولا نسحق دعم ساند كما قلت لي ديركت التوجه يكون ليه، وخطرات يكون التوجه يعني تاني لزميلي مصطفى أضرار، يعني مصطفى خير وكبير عليا من نهار جيت للفريق هو معايا دعمني عاوني، مصطفى عاوني بزاف هو خويا. يعني فريق المجمع يعني التدريبات تكون دائما في المستوى، وان عندك مرتين في الاسبوع يكون بكوتيديان يعني تدريب صباح تدريب العشيه، ولكن كل واحد يشوف يعني واش خصو، يعني كاين انا من داك نكون في قاعه تقويه العضلات تاع الطوالي يعني شويه مسكيلاس، يعني كل اللي خصتو حاجه يزيدها يعني وحده، كاين وين نكونوا لهنا في الشوط صباح اللي يجي يحب يشوتي وحده شوتي شوية، كل واحد يشوف يعني النقائص تاعو يحاول يحسن منها. يعني حقيقة الفريق هذا المجمع البترولي غني على التعريف، وأنا يعني لعبت صنف أكابر، لعبت يعني غير في الفريق تاع المجمع هنايا، طبيعة الحال نكون الانتماء تاعي لهذا الفريق، وين يعني محاط بمسيرين محترفين سواء اداريين سواء طاقم تدريب لاعبين ذو كفاءه، يعني كفاءه عاليه حتى في التدريب، يعني تحس انك في مستوى، التحضيرات دائما تكون في مستوى يعني مستوى جيد، تخلي اللاعب يعني يمد 100% من امكانياته، نلعبوا بطولات قاريه افريقيه عربيه يعني كل موسم، اللاعبين اللي احنا يعني ثاني كاين القدامى يعني اللي هما اعمده الفريق، كاين يعني مصطفى عبد 17 سنة، أنا 13 سنة، عبد السلام دقيش 13 سنة ثاني ولا 12، عبد الله حمديني يعني 8 سنوات ومازال يعني راه في عمره يعني 28 سنة، مازال يعني شاب صغير. كاين لاعبين يعني اللي يوقفوا على هذا الفريق دائما وأبدا،
الفريق يمد لك امكانيات، يحطك يعني في احسن ظروف، يوفر لك كل الظروف المواتيه يعني باش تكون يعني دائما في اعلى مستوى. وحنا الحمد لله دائما نكونوا يعني قد الثقه تاع المسيرين تاع المدربين، ونمدوا كل كاع جهدنا يعني اللي كاين باش نحققوا الالقاب يعني كل موسم لهذا الفريق. في المجمع البترولي شيء عادي، عندنا التحضير تاعو اللي لازم نديروه، ومام يعني دوك الشباب اللي جاوا كيف كيف يعني الحمد لله نحازوا معنا على اثنين تاع دوبلي ولا ثلاثه، ودخلوا يعني في جو النهائيات واللعب على البطولات، يعني الحمد لله هذه كاينه في الفريق. مام كي تجي شاب صغير تجي تتعلم هنا باللي النهائي يكون شيء طبيعي، انك لازم تلعب على الثنائيه كل موسم. يعني الله التحضير يعني هذه يعني بطوله افريقيه على غير العاده، هذه الطبعه الاولى، يعني هذه منظمه من طرف رابطه انديه المحترفه NBA امريكيه، ماشي خاضعه يعني الفيبا افريك، يعني حتكون بطوله محترفه في اعلى مستوى. التحضير يعني هو جاري على قدم وساق، يعني الحمد لله رانا التدريبات ما توقفناش، يعني عندنا درك شحال 4 شهور ولا 5 شهور وحنا ندربوا، ولكن تدريب من غير مباريات يعني تاع الرسميه بطوله ما حش يكون يعني التحضير كما ينبغي لهذا الدور. طبعا ما راحش نشاركوا من اجل المشاركه، احنا يعني ان شاء الله نكونوا قد هذا التورنوا ان شاء الله، هذه البطوله وان شاء الله فيها على الاقل ان شاء الله ربع ولا نصف نهائي باذن الله. احسن ذكرى ليا مع الفريق الوطني تبقى نصف نهائي تاع الالعاب الافريقيه يعني في مابوتو في موزمبيق، هي في تونس، يعني اللي عنده ما تحققش مده طويله ما حققناش مرتبه هكذا تاع خامس ولا سادس وتاهلنا للربع النهائي. نتمنى ان شاء الله يتحسنوا احوال الفريق الوطني ويعاودوا يولي يعني المستوى تاعو، يعني علاش لا، كما كنا في 2001 2002 كنا من عمالقة القارة الإفريقية يعني في كرة السلة. نتمنوا الأيام هذه تولي ويكونوا مسيرين، يعني يمدوا كاع واش عندهم يعني باش يحسنوا من حالة المنتخب ومن حالة كرة السلة الجزائرية عامة، ويكون يعني اهتمام كبير باللاعبين خاصة الشباب، نقولها ونعاودها خاصة الشباب، لازم يكون اهتمام كبير ليهم باش يحبوا هذه الرياضة، ماشي جون صغير نكسروه ولا كما يقولوا نكرهوه في هذه الرياضة حتى يولي يحبس ولا نخسروه. يعني ان شاء الله يتحسنوا ويكونوا اطارات يعني اللي يمدوا، وان شاء الله يعاودوا يولي المنتخب الوطني كرة السلة الجزائري. يعني ان شاء الله نواصلوا يعني نلعبوا كرة السلة، والواحد يعني راه 34 سنة يعني ما بقاش نغادروا يعني عن الرياضه، ان شاء الله نقول نغادروها يعني نهائيا، ما نكونوا لا مدربين لا مسيرين، لا ان شاء الله نشوفوا من بعيد ونقاسموا يعني نبوها. والمشروع يعني الكبير هو يعني اللاعبين طوال القامه يعني
اللي كاين في الولايات كامل 48 ولايه، ماذا بينا ان شاء الله يكونوا ويجوا لهنا وين نعطوهم الامكانيات ان شاء الله باش يكونوا باش يمدوا يعني يمدوا احسن وجه لكره السله الجزائريه. يعني كره السله تبقى يعني رياضه تسحق يعني القامه طويله ان شاء الله. كيما هذا الشاب اللي جا يعني عنده شهر حوالي شهر من التحق بينا، رحبنا به وقمنا يعني بالواجب معاه وراه يتدرب وان شاء الله يجي منه ان شاء الله كل خير. نتمنى من المسيرين القائمين على الرياضه عامه في الجزائر كامل الرياضه يمدوا اهتمام كبير للاعبين، يعني يكون اتصال بينهم وبين اللاعبين ويمدوا لهم يوفروا لهم امكانيات، خاطرش والله العظيم كاين كفاءات كبيره وكاين كيفاش نقولوا كاين عدد كبير من المواهب متواجده يعني في 48 ولايه. نتمنى باش يعطوا لهم اهتمام ويكونوا معاهم ويسيروا معاهم ان شاء الله تكون فيها نتائج. بهذا نوصل معكم إلى ختام هذا الصباح من هذا البرنامج. الموعد غدا بحول الله تعالى، إلى اللقاء.